مشاهدينا الكرام في هذا المساء وكل مساء مع مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاي الإبل. هذا المهرجان الذي انطلق قبل أيام هو يستمر حتى أسبوعين قادمة إن شاء الله، ومعكم دائما في خيمة تعاليل، هذه الخيمة التي تطل عليكم هذا الأسبوع وخلال إجازة الربيع وأيضا كل خميس وجمعة وسبت في منذ بداية وانطلاقة مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاي الإبل. هذه الخيمة خيمة تعاليل اللي تقدم لكم التراث الموروث الشعبي المعنوي، حيث يقدم لكم الشعر والربابة والتراث بشتى أنواعه من عادات والتقاليد وغيرها وغيرها الكثير من تعاليلنا في هالخيمة. لكن نلقي الضوء دائما مع بداية خيمة تعاليل مع دائما ساعة ثقافية وساعة أيضا نطل عليها من خلالها على يعني أفضال مملكتنا الغالية، وأيضا الهدف من المهرجان نتكلم عن قضايا ثقافية تخصنا نحن كمجتمع ومجتمعات أخرى في العالم المحيط. نتكلم اليوم عن النعمة وعدم الإسراف بالنعمة بشتى أنواعها، نتكلم عن هذه الجزئية في هذه الساعة، وراح نكون أيضا نحاول نشبع يعني حفظ النعمة وعدم الإسراف في عدة نقاط وعدة أجزاء إن شاء الله في هذا اللقاء. خيمة تعاليل هذا المساء تستضيف معكم الأستاذ عبد الله الشهري داعية بوزارة الشؤون الإسلامية، حياك الله. أهلا وسهلا. شلون أبويا؟ حياك الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أنا استشرفت. إن شاء الله بالله قدر. يا مرحبا. طول عمرك الله. كذلك معنا ضيفنا الآخر الدكتور حمد العجلان ومن جامعة الإمام، حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكرا للاستضافة، شكرا للجهود القناة الثقافية في توعية المجتمع ونشر الثقافة. دكتور اليوم والسادة المشاهدين أجواءنا غير في هالمزاين، قبل أن نتكلم موضوعنا نبغى نأخذ يعني لقطات مبدئية من مخرجنا إذا من الممكن، صوت الرعد، صوت البرق، صوت الأمطار اللي من أمس على هذا المقر وهالمزاين. خلونا نأخذ جزء من معاناة أهل الصحراء وأهل البل في أيام مضت وفي ماضي بعيد. هذه المعاناة تتجسد في هذه الخيام، في هذه المعاناة اللي تتجسد من خلال الأجواء المتقلبة الأمانة هاليومين، لكنها الأمانة حلوة هاليومين، نجد فيها الزوار اليوم مكتظين جدا في زوايا مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاي الإبل. في السوق التراثي الشعبي نجدهم ما شاء الله تبارك الرحمن، اليوم في الويكند والإجازة نجد جميع الأخوان والأخوة الحضور متواجدين. بداية موضوعنا دكتور حمد أبو عبد الرحمن، نتكلم عن النعمة قبل نتكلم عن الإسراف، قبل نتكلم عن التبذير، النعمة التي نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد نتكلم عنها بشكل عام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الله جل وعلا قد حبانا في هذه البلاد نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد. قال جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ونحن في هذه البلاد ولله الحمد أغدق الله علينا من الخيرات وأنعم علينا بالأمن والاستقرار ومن علينا بقيادة مؤمنة راشدة تقيم العدل وتحرص على مصالح المواطنين. هذه من أكبر النعم علينا، وهي يعني هذه النعمة، نعمة الاستقرار ونعمة القيادة الراشدة، هي السبيل الذي تتابعت به النعم الأخرى. كما تعرفون أن البلاد التي لم يكن فيها استقرار تكون المعيشة فيها ضنكا والخيرات قليلة، و نعم هي نعمة الأمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا فقد الأمن وفقد الاستقرار في أي بلد كان يعني يكون الناس في ضنك من العيش، لأن التجارات تنقطع والسبل تنقطع، ما أحد يسافر ولا أحد، التجار ما يعملون، ما يعمل كما يقولون رأس المال جبان. أنا بودي أن أتكلم عن جهود المملكة العربية السعودية يعني في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة حتى في إطعام الطعام وبسط الأمن، وإن كان الكلام يطول في هذا المجال لكن نأخذ نبذ بسيطة حتى نعرف نعم الله جل وعلا علينا. خلنا في المحور القادم إن شاء الله نتكلم عن هذه الجزئيات بشكل أوفى، ونفس السؤال الأستاذي أبو إلاف، يعني نتكلم عن النعمة بشكل عام، نتكلم عن هذه النعمة الحبيب الله فيها سبحانه في دولتنا الغالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر لك أخي وللإخوة في القنوات الناقلة وأيضا لهذا المهرجان الجميل. أحييك وأحيي أيضا السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو حسب الإنسان كم من النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها لما استطاع أن يعدها. ولهذا يقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. ثم قال في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى غيرها من النعم التي عز وجل أنعم بها علينا في قديم وفي حديث. ولهذا يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدقت. صحيح استاذ عبد الله، نتكلم كثيرا. دكتور حمد العجلان ممكن أعطانا إضاءات على بعض النقاط اللي ممكن نتكلم فيها كمحاور وكمحافظة من الدولة السعودية على نقاط كثيرة في حفظ النعمة، من ناحية تسلسل حفظ النعم من ملك إلى ملك رحم الله جميع ملوك هذه الدولة اللي أقروا الشريعة الإسلامية مبدأ وثبات لهذه الدولة، وأيضا حفظ النعمة وحفظ الأمن والأمان كانت هي مبدأ من مبادئ الراسخة للدولة. نعم، يعني منذ أن أسست الدولة السعودية الأولى على يد الموهور له الملك الإمام محمد بن سعود رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب، كانت قائمة على كتاب الله وعلى إقامة شرع الله وعلى بسط الأمن والعدل بين الناس، وكان هذا هو السبب الرئيس لانتشار الأمن ورغد العيش بين الناس. وأيضا كانت تقوم على المحتاجين وترعى شؤونهم منذ ذلك العهد. والأئمة السابقين في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية كانوا يعني يطعمون الطعام وكانوا يشرفون على ذلك بأنفسهم. ويعني ما قرأته من المؤرخ محمد القويعي، يعني قرأت له أنه وثق معلومات أن الأئمة الإمام سعود كان يوزع الأكل ويشرف عليه بيده أو يقف مع الرجال الذين يوزعون الطعام على المحتاجين. لقطات مباشرة أيضا، الحمد لله على هذه النعمة، هذه نعمة المطر الأمن والأمان الأمطار اللي تشهدها ويشهد موقع ميدان جائزة النقد الجليل الإبل. هذه الأمطار أمطار خير وبركة، هذه النعمة اللي إحنا فيها نحمد الله سبحانه وتعالى على نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. يعني هذه هي إضاءة من مخرجنا لموقعنا الآن، وش صاير عليه من الأمطار ما شاء الله. ما شاء الله، الحمد لله على هذه النعمة. أيضا الدولة السعودية الثانية اشتهر أئمتها بالعناية يعني بالجوانب الأمن وبسطه وإقامة العدل بين الناس وجانب رعاية المحتاجين وإطعامهم وما شابه ذلك. الملك عبد العزيز ضرب لنا أروع الأمثلة ودون ذلك في التاريخ، وهذه دعوة للمثقفين وأهل التربية وأهل الإعلام، نشر ما تصدره دارة الملك عبد العزيز من إصدارات. يعني أنا قرأت في أحد الإصدارات، إصدار رقم 321، كتاب ألفه الدكتور ناصر الجهيمي من الدارة، دارة الملك عبد العزيز، دارة الملك عبد العزيز، نعم. عنوانه مضيف ثليم، قصر ثليم الموجود الآن في منطقة بين البطحة وبين قصر برج الرياض، قريب يعني في هذه المنطقة، قصر قديم تراثي، هذا بناه الملك عبد العزيز لتقديم الضيافة للمحتاجين. يعني الفصل الأول من هذا الكتاب المؤلف تطرق فيه إلى جهود الحكام الدولة السعودية الأولى والثانية إلى الملك عبد إلى وقت الملك عبد العزيز في إطعام الطعام للمحتاجين. يعني انظر حاجة الناس في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن كيف كانت إلى يعني إلى الطعام. أنا بودي أن الشباب الناشئين الذين الآن يعني يسرفون في بعض الأطعمة أو لا يعرفون قيمة وقدر ما هم فيه من نعم أن يطلعوا على مثل هذه النماذج، يعني كيف كان وضع الناس وكيف كان وضع الحكومة حتى أنها تطعم الناس الطعام. الملك عبد العزيز الله يرحمه الحقيقة يعني كلما تذكرنا دعونا له بالمغفرة والرحمة، قام بجهود جبارة لأبناء هذه البلاد. جميل. يعني في جهة بسط الأمن وإقامة العدل بين الناس
وحفظ الحقوق هذا جانب كبير جدا، وأيضا رعاية كل من كان محتاجا. وعلى هذا النهج سار أبناؤه البررة، من مضى منهم رحمه الله وندعو له بالرحمة والمغفرة، ومن بقي نسأل الله أن يطيل عمره على حسن عمل وأن يبقيه ذخرا لأبناء هذه البلاد وشعبها، والجميع يلهج لهم بالدعاء لميتهم بالرحمة والمغفرة، ولمن كان منهم على قيد الحياة بالسداد والتوفيق وطول العمر. جميل. يمكن إطلالة من الدكتور حمد على حفظ النعم وعن جهود الدولة في حفظ هذه النعم. أتكلم دكتور أستاذي عبد الله عن النعمة في القرآن والسنة والأثر الصالح، عندما نتكلم عن حفظها وعن أمانتها وعن المجتمع اللي تفانى في حفظ هذه النعمة، من خلال بنتكلم عن محور قادم عن شبابنا في مقاطع نراها في حفظ النعم وعن دور الأسر وغيره وغيره، لكن في القرآن والسنة والأثر الصالح حفظ النعمة وأثرها المجتمع. الله عز وجل في عدة آيات كثيرة يتكلم عن شكر هذه النعم وعن حفظها والمحافظة عليها، والشكر يكون بالقول وبالفعل لا مجرد قول. فكثير من الناس يشكر الله عز وجل بألفاظه فيقول الشكر لله عز وجل، لكنه في أفعاله في أعماله تجده يكفر بالنعمة من حيث لا يشعر. ولهذا الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الأحاديث في هذا وفي هذا الموضوع وفي هذه الآيات كثر، لكن تتعجب عندما ترى كثير من شبابنا وفتياتنا لا يبالي بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وكأنها أتت من فراغ ولا يشكر الله عز وجل، بل ويباهي بهذه المعاصي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال هلك المجاهرون بالمعاصي، الذين يخالفون أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجاهرون بهذه المعصية. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. عدم شكر النعمة يدل على أن هذا الإنسان الذي اقترف هذا الأمر من إخوان الشياطين. إن المسرفين لا إله إلا الله ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وفي آية أخرى ذكر أن المسرفين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلهذا يجب علينا حقيقة أن نوعي أبناءنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا وشبابنا وفتياتنا بأهمية شكر النعم التي وصلنا إلى مرحلة نحمد الله عز وجل عليها فضل من الله. صحيح. هذه لقطات أخرى أيضا مشاهدينا الكرام، نجد حبات المطر الآن تتساقط على الصينية، هذا الصينية تسمى شعبية. الحمد لله. اللهم لك الحمد. خير والنعم. بفضل الله ورحمة الله صيبا نافعا. يمطرنا بفضل الله ورحمته صيبا نافعا إن شاء الله. الواحد في هذه الأمطار في هالجو في هالساعة، اتفقت ساعة آخر الجمعة مع الأمطار ومع الدعوات إن شاء الله المقبولة في هذه الساعة، آخر ساعة من الجمعة. أحسن. نحن الآن اجتمع عندنا أمرين وفضيلتين ووقتين يستجاب فيهما الدعاء لله عز وجل، آخر ساعة من يوم الجمعة ووقت نزول الغيب. فحري بنا أن ندعو الله عز وجل في أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يوزعنا شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا، فمطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا، اللهم على الآكام وعلى بطون الأودية حوالينا ولا علينا، انفع به العبادة والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا بلاء ولا هدم. في هذه الأثناء ممكن نتكلم عن والله مستمتعين للأمان، مستمتعين مع مخرجنا وعن هذه الأمطار، هذه القرب نشوفها ونشوف أيضا زوايا كثيرة في المهرجان، نرى الأمطار ما شاء الله، حتى يمكن في الخيمة في زوايا معينة الآن يا دكتور نشوفها الحمد لله، الأمطار وقطرات الأمطار دائما. لكن دعوني أتكلم عن عندما أقر المهرجان مسابقة جائزة الملك عبد العزيز لميزان الإبل، أقر معه كذلك برنامج معين وهو أدم نعمتك، هذا الهاشتاج
الذي انطلق مع هذه المسابقة لحفظ النعم وعدم الإسراف وغيره وغيره. ونرى كذلك جهودهم الآن في الموقع من خلال أدم نعمتك وحفظ النعمة بشكل عام. خطوة جميلة من مسابقة جائزة المقدم زي الابن ومن اللجان القائمة. الحقيقة يعني أدم نعمتك يعني يجب أن تفهم ما هي النعم التي يجب المحافظة عليها. يعني البعض يتصور تصور قاصر أن النعم هي الأكل والطعام وما شبه ذلك. الحقيقة أن النعم أوسع وأشمل من ذلك بكثير جدا. يعني ما حباه الله للإنسان من الصحة هذا نعمة، يجب عليه أن يحافظ على هذه النعمة ويديمها، لا يتلفها بالتدخين مثلا أو بالعادات السيئة أو حمل الله وإياكم باستخدام المخدرات أو المسكرات أو ما شبه ذلك. مثلا ما حباه الله للإنسان من أقارب ومعارف وما شبه ذلك، يجب عليه أن يديم هذه النعمة بالإحسان إليهم وحسن صحبتهم والتعامل معهم بأخلاق فاضلة وبر الآباء وصلة الأرحام والتعامل الطيب مع الأقارب. هذا من إدامة النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. انتبهوا أيها الناس، يعني هناك ترى أناس ليس عنده هذه النعمة، يعني ننتبه لهذه القضية. يعني في أناس ليس لها أب وأم، الذي عنده أب وأم هذا يجب عليه أن يحمد الله على هذه النعمة. طيب في بعض الناس أيضا قد يكون والده ووالدته قد توفوا، بعض الناس أشد من ذلك لا يعرف من هو والده وليست والدته، هذه نعمة. نعمة الأمن والأمان هذه أيضا نعمة كبيرة يجب أن نحافظ عليها ونتعاهدها ونكون كلنا رجال أمن، كلنا صفا واحدا ضد كل من يحاول زعزعة أمن بلادنا. والحمد لله أن بلادنا آمنة وفي يد مخلصة تسهر على راحة وراحة المواطنين وأمنهم، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. لكن لنحذر من يحاول التخريب في هذا أو يدخل من أي مدخل، إن كان مدخل شبهات أو مدخل إثارة الفوضى أو إثارة الرأي العام في بعض القضايا ضد الحكام أو ما شابه ذلك، هذا كله يجب أن نقف صفا واحدا ضده لكي نحافظ على هذه النعمة التي حبانا الله جل وعلا إياها. نعم كثيرة، يعني لو جلسنا نعد فيها لا تعد ولا تحصى. لا نقصر أن مفهوم النعمة في الطعام والشراب فقط، بل صحيح. يجب أن يكون معنى النعمة الواسع في أذهاننا دائما. جميل. نتكلم عن برنامج أدم نعمتك اللي قامت عليه الدارة المكتب العزيز مثلا في المهرجان، كيف رأيت هالخطوة بالذات؟ خطوة جيدة يشكر عليها حقيقة القائمون على هذا البرنامج، برنامج أدم نعمته. وأيضا أوجه شكري حقيقة إلى الجهة الخيرية التي قامت بهذا، وهي فيما أظن جمعية خيرات اطلعت على حسابهم في تويتر وعلى برامجهم وأنشطتهم، برامج يشكرون عليها. لكني أريد أن أنبه السادة والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على مقطع انتشر لفائض من الأكل لا يمس المهرجان بصلة. صحيح، لا يمس المهرجان بصلة، ثم إنهم يقولون هذا هو الذي كنت بعلق عليه بعد شوي لكن جت منك. أي نعم، والإخوة في المهرجان والإخوة في هذه الجمعية يقومون بالتوزيع الأمثل لبقايا الأكل إن بقي منها شيء. جميل. مثل ما تكلم شيخنا الأستاذ عبد الشهري عن بعض المقاطع اللي تبث على أنها في المهرجان وأنها تتبع ما يوجد في تفاصيل هذا المهرجان، بعض المقاطع لها سنتين ثلاث وبعض المقاطع للتو ولكن ليست في الميدان وليست موجودة، ما قصر الجمعية الخيرية، ما قصر الأخوان، برنامج جميل للأمانة. أدم نعمتك هذا البرنامج الهادف، هذا البرنامج الصارم في تعامله مع جميع الأخوان في ميدان جائزة الملك عبد العزيز. نتشكر ومشكورين جدا على هذه الوقفة وعلى هذه البرنامج اللي كان هدفه راقي وأسمى بكثير. خلونا نتكلم ختاما، طبعا المطر لحقنا دكتور أستاذ عبد الله ومخرجنا طبعا معنا أول بأول، وشوف معاناتنا هنا في مع الأمطار ومع الأخوان أيضا المصورين ما قصرت الأمانة واحد واحد. لكن أخيرا نبغى نشوف جهود الدولة وتكاتبها في حفظ النعمة. يعني الحمد لله، يعني الجهود مكللة بالنجاح وموفقة بإذن الله، وما هذه إلا واحدة أدم نعمتك.
الجمعيات الخيرية، جمعية إطعام منتشرة ولله الحمد، التي جمعية إطعام أو غيرها من على نهجها من الجمعيات الأخرى منتشرة بحمد الله، وأنا اطلعت يعني على كثير من جهودها في المنطقة الشرقية وفي الرياض وفي جدة وفي مكة وفي أماكن أخرى كثيرة ولله الحمد. يعني ما في منطقة من بلادنا الآن إلا ويوجد فيها جمعية، إما أن تكون متخصصة في حفظ النعم أو تكون لها جهود في حفظ النعم، وهذا بتوفيق الله جل وعلا لولاة أمرنا وجهودهم المباركة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم تشرف على هذه الجمعيات وتقوم بجهد موفق، ونسأل الله لهم الإعانة والتوفيق وأن تكلل جهودهم بالنجاح. لكن يبقى الدور الأهم على المواطن في التعاون معهم في هذه البرامج، المساهمة بفعالية لإنجاح هذه البرامج، لأن هذه البرامج لن تنجح إلا إذا تعاون المواطنون معهم، والحمد لله نحن نلمس تعاون كبير من الناس. والوقاية خير من العلاج، يعني احنا نقول قبل أن نبحث لهذه النعم أين تصرف يجب أن نقتصد في استهلاك هذه المواد وتكون بقدر الحاجة. يعني أنتم تعرفون في السابق الناس كانوا محتاجين، فإذا ذبحوا الذبائح كذا يأكلونها لأنهم الناس محتاجين. الآن الناس بخير، فإذا أراد أن يكرم الإنسان شخصا فليس بالضرورة أن يكثر من الطعام، إنما يكون الطعام بقدر الحاضرين وبقدر ما يحتاجونه، لكنها عادات وليس معليش العادات. الحمد لله نحن نحمد الله أن عندنا عادات عربية أصيلة، الكرم وإكرام الضيف، وهي عادات تنبع من الإسلام حتى، والإسلام حث عليها، لكن ليكن نكون كرماء بدون إسراف، ولنكن نكرم الضيف دون أن نتلف النعم، هذا هو المطلوب. ولا إكرام الضيف حث عليه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع الأمثلة في إكرام الضيف وتقديم الطعام الطيب لهم. لكن لا ينبغي أو لا يسوغ للمسلم أن يتلف نعم كثيرة لإكرام ضيف أو ضيفين أو أشخاص محدودين. إكرام الناس ليس فيما يؤكل، إكرام الناس بالكلمة الطيبة، بالاستقبال الحسن، بوضع الطعام المناسب لهم. أما الموائد الكبيرة هذه لا أبداً، وعادات يجب المثقفين وطلاب العلم ومن لهم شأن أن يكون لهم جهد في التوعية بأن هذا ليس من الكرم. يعني إذا كان عندك ضيف واحد وتذبح له ثلاث ذبائح وهم عدد اللي يعني بيأكلون هذا الطعام ثلاثة أو أربعة، ليس هذا مناسب أبدا، ذبيحة واحدة تكفي. أين أستاذ عبد الله؟ أنا أثني على كلام أخي أبي عبد الرحمن الذي هو قبل أن نسرف نحتاج إلى المحافظة على هذه النعمة، والكرم هو كرم النفس أولا ثم إكرام الضيف، وكما ذكر أخي أبي عبد الرحمن أن الشرع حث على هذا، ولهذا أتى ذم للإسراف في أكثر من 23 موضعا في القرآن، ذم الإسراف في 23 موضعا، ولهذا الإنسان يحرص أن لا يبذر ولا يسرف مهما كان الأمر. ولهذا تجد كثير من الشباب انتشر بينهم مقاطع في الإسراف ومقاطع في البذخ وغيره، وهذا كله مما لا يرضاه الله ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنني في هذا المقام حقيقة أهيب بالإخوة الأئمة والخطباء، وأهيب أيضا بالمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات في التوعية الفاعلة لأبنائهم وبناتهم. وحقيقة مما يشكر عليه كثير من المطاعم والمحلات الخاصة بتقديم الوجبات أنه يهيئ لك ما تأخذ فيه الزائد من طعامك، الزائد من أكلك لتعطيه إلى غيرك من المحتاجين. ولهذا نشكر الله عز وجل هذه النعمة، حيث أن غيرنا في دول أخرى ربما فقدوها أو لا يجدونها. ولهذا يقول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن لماذا هذا الإسراف؟ لماذا هذا البذخ؟ لماذا هذه المباهات بما لا يرضاه الله ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حقيقة للإسراف تعريف وله صور وله أضرار، وهناك لغة أرقام حقيقة يعني مزعجة وفظيعة، لكن أظن الوقت أزيد. لا متكلم ولا مستقبلا إن شاء الله. لا تفضل استواصل يا أستاذي، إحنا بنختم إن شاء الله على ستة بإذن الله.
فلو ننظر إلى الإسراف حقيقة هو داء قتال ينبت أخلاق سيئة ومرذولة، يهدم بيوتا عامرة مصونة بإذن الله عز وجل. حقيقة الإسراف يقود المجتمع إلى هاوية وإلى ضياع وإلى دمار لا يتوقعه الإنسان. حقيقة الإسراف مرض اجتماعي، مرض اقتصادي، من قبائح الذنوب ومن العادات الذميمة لدى بعض الناس أنه يباهي بهذه المعصية. الإسراف حقيقة شعار من لا يرجو لله وقارا، أيضا ينافي كمال الإيمان ويدعو إلى طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. ينزع أيضا العداوة، يزرع العداوة ويزرع البغضاء. تتعجب حقيقة من بعض الأشخاص عندما يكون همه تصوير هذه الأطعمة، ولعل فيه يعني إشارة، أريد أن أنبه على هذا الأمر، أن بعض المحتاجين عندما يشاهدون هذه المقاطع ربما يحز في خاطرهم أنهم لا يجدون مثل هذا. شكر النعمة لا يكون بمثلها، شكر النعمة لا يكون بمثل قبل أن يصل. هذه رسالة إلى أهل السنابات ومواقع التواصل الاجتماعي حقيقة، قبل يمكن ألقى الضوء عليها بشكل جميل. يعني قبل أن يسمي الإنسان يقول بسم الله، يقول لحظة دقيقة خلوني أصور هذا الأكل وهذا المقطع وأنشره. لا حرمنا فنانات بعد في التصوير، ما شاء الله التصوير على السنابات على إنستغرام على أي نعم. طيب أسباب، يعني تكلم ممكن أبو عبد الرحمن دكتور حمد العجلان عن بعض الأسباب اللي هي العادات للإسراف والتبذير، العادات اللي لم ترتبط بالعبادات بتاتا في بعض جزئيات الإسراف أو في كل الإسراف. أسباب الإسراف من وجهة نظرك ومن وجهة الأسباب الشرعية؟ الشرع لم يترك شيئا إلا وحث عليه، وعاداتنا مقرونة بشرعنا، صحيح، مشروع ومقرونة بديننا. ولهذا الله عز وجل في سورة المائدة يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لعل من الأسباب الغفلة عن الله عز وجل وعدم مراقبته في السر والعلن. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. أيضا من الأسباب جهل كثير من الناس بالعقوبة في الآخرة. من الأسباب عدم المبالاة، أنه لا يبالي بهذا الطعام، مجرد أنه يقدمه للضيف ثم لا يبالي أين يذهب. أيضا هناك بعض الإخوة يتأثر بالبيئة المحيطة والوسط المحيط به، مشكلة هذا من أسباب الإسراف. من أسباب الإسراف السعة بعد الضيق، يكون ضيق عليه في بداية حياته بطريقة أو أخرى، فلما انفتحت عليه الدنيا بدأ في الإسراف. لماذا يسرف؟ بدل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة قام يباهي ويسرف في هذه النعمة. أيضا من الأسباب مصاحبة المسرفين والمبذرين، هو المحيط هذا والوسط المحيط. نعم، الجليس من جليسي، الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذه أبرز الأسباب جميل التي يمكن ذكرها. جميل. دكتور حمد، عندما نتكلم عن ما يحمله أو ما نتحمله نحن، ما نتحمله نحن من طفى الكهرباء. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، من مهرجان الملك عبد العزيز للابن نحييكم، وتحديدا من خيمة تعاليل
حيكم مشاهدينا الكرام في متابعة هذه الحلقة الخاصة مع ملاك الإبل، مع كبار ملاك الإبل. يتواجد معي الفريق أول محمد بن حمدان البقيني، مساك الله بالخير يا أبو فارس. مسيت بالنور والسرور. حياك الله. سلمك الله. هانيتك الرحمة. عليكم خير ما في زحمة. الله يوفقنا وإياكم ويحييكم. وكذلك مشاهدينا الكرام معي مالك الإبل ورجل الأعمال فنجال بن سلطان الشيباني، مساك الله بالخير أبو خالد. هلا هلا يا نايف، مرحبا ومسهلا. الله يحييك. مرحبا. وهانيتكم الرحمة والأمطار والخير. الله يعم بها أوطان المسلمين ويزيل البركة إن شاء الله بها. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج إن شاء الله راح نتكلم عن مهرجان الملك عبد العزيز وعن ملاك الإبل تحديدا وبالذات كبار الملاك، وراح إن شاء الله نناقش جميع الأمور اللي تهم ملاك الإبل ونظرتهم ورائهم في مهرجان الملك عبد العزيز. نبدأ مع الفريق محمد بن حمدان البقمي. أبو فارس، وش رأيك في المهرجان بصفة عامة؟ سمحتوا لي، أنا عندي مقدمة صغيرة. نعم. شكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين لفتة كريمة من دولة عظيمة تتلمس حاجات مواطنيها وتقدم وتقوم بقضائها وتقدمها لهم بكرم هائل لا مثيل له في أي بلد قط. يشهد بذلك مثالا جائزة الملك عبد العزيز المزاير الإبل. لهذا وجب علينا نحن أهل الإبل خاصة أن نقف وقفة الولاء والإخلاص والمحبة والوفاء والشكر والامتنان لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، أبناؤه البررة وأعوانه الأشداء الكرماء العظماء على ما قدموه لنا في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز رحمه الله. وهذا ما عودتنا عليه حكومتنا الرشيدة المباركة التي تتلمس حاجات مواطنيها وتقدمها لهم على طبق من ذهب وتجود وتجزل لهم العطاء السخي المبارك. دولتنا الرشيدة التي تسهر على توفير رغد العيش لمواطنيها وحماية حدود بلدنا من المعتدين والمخربين الضالين، ونعيش في أمان واطمئنان تامين، ونحن نشعر بهذا كله ونقدره ونشكر لله عليه، وندرك تمام الإدراك ما حولنا من جحيم وما نحن فيه من نعيم مقيم. نسأل الله العلي العظيم أن يديمه علينا ويحفظه من الزوال، ويحفظ لنا دولتنا العزيزة وحكامنا الحكماء الكرماء الرحماء. قولوا معي آمين. آمين. هذه كلمة بسيطة للقائمين على هذا المهرجان وبناء هذا الصرح العظيم. هنا يجب تسجيل شهادة وشكر وإشادة لمن قام وخطط ونظم وحافظ وأنجز ووضع التعليمات والأنظمة وأبدع في زرع هذه الروح التعاونية بين الجهات المكلفة ببناء هذا الصرح التاريخي الحضاري الهائل وإدارته بروح إدارية جبارة استطاعت أن تنجز في فترة وجيزة عملا هائلا جبارا ضخما فخما. يجب لهؤلاء الشباب الأبطال تسجيل الشكر والشهادة والإشادة لكل من ساهم وعمل وخطط ونظم وفكر وأنجز بتصميم وعزم وحزم بطولي. أقول وبكل أمانة وصدق يجب أن يعطى كل منهم وسام شرف، والحقيقة أن عملهم وإنجازاتهم في حد ذاته وسام شرف عظيم على صدر هذا الوطن الغالي. هؤلاء المخططين المنفذين القائمين على هذا الإنجاز المبهر المذهل النظيف العظيم، ولا أستطيع أن أوفيهم حقهم من الشكر والإشادة، ولكن أقول لهم هذا عمل المواطن المخلص لدينه ووطنه ومليكه وشعبه، ونحمد الله ونشكره على وجود مثل
هؤلاء الشباب المخلصين الوفيين زادهم الله قوة وتوفيقا وكثر الله من أمثالهم ونفع بهم البلاد والعباد، فكم نحن فخورين بهم، لهم الشكر والثناء والإشادة. يعطيك العافية. كلمة صغيرة للمشتركين إن سمحتوا لي. جميل، تفضل. نصيحة للأخوان المشاركين المستفيدين والمستفيدين من هذا المهرجان، وأقول لهم حافظوا على هذه الهدية الثمينة من حكومتنا الرشيدة التي لا تعوض، هدية لا تعوض، حافظوا عليها من الطيش والزيف، حافظوا عليها من المغالاة والمضاهاة الفاسدة، حافظوا عليها من البذخ والإسراف الممقوت، حافظوا عليها من الخروج عن ما هو مألوف وغير مقبول، حافظوا عليها من مدخل لحساد عليها. كونوا على قدر حجم هذا المهرجان وقدره، تعاونوا مع القائمين على المهرجان وقوموا بتنفيذ أنظمته وتعليماته بدقة متناهية، تخدمون أنفسكم ومصلحتكم. كم كنا نتمنى أن تعود لنا جائزة الملك عبد العزيز ومزاين الإبل، وكنا قد أصبنا بشبه إحباط وضياع تام وخسارة فادحة في إبلنا وانفلاتها من أيدينا، وبعد أن من الله علينا بعودتها في أحسن ما تكون، هدية ثمينة غالية علينا من أولاء أمورنا الكرماء الرحماء، من كرم الله ورحمته وجب علينا المحافظة عليها والسير بها إلى مكانها اللائق بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. آمين آمين. وانت سعد قدم شيء جميل، الله يطول عمرك. أبو خالد، وش رأيك في المهرجان؟ انطباعك الشخصي الخاص. والله يطول عمر أبو فارس، كفى ووفى، ما في شك، ما عاد خلى شيء نقوله، لكن نقول الله يطول عمار حكومتنا على رأس خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهد. والحقيقة نشكر القائمين على هذا المهرجان، وهم رجال كفوا فعلا، عملوا شيء صرح وعملوا شيء ما كنا نتوقع أنه يعمل فالوقت اللي هم عملوا فيه، وهذا يعتبر كرنفال دولي أو أكثر من كذا. فالحقيقة ما شيء لا نقدر نوصفه، لكن نقول الله يوفقهم ويجعلهم دائما يعملون الشيء اللي في صالح الجميع، وما قصروا، وحنا نشكرهم على ما عملوا، والله يكثر إن شاء الله الخير. اللهم أمين. ويجزاهم أبو خالد، أنت بلا شك أنك تابعت المشاركين في المهرجان خلال الأيام الماضية، وحنا يعني الآن يمكن توسطنا من عروض البل أو على وشك يعني الباقي عندنا يمكن فئتين أو ثلاث فئات تقريبا، واللي راح بحدود ثلاث فئات. نعم. شفت العمل، شفت الحلال، شفت المشاركين، شفت المهرجان بصفة عامة، وش تقول لي عنه؟ والله صراحة يا خنايف اللي أرناه أكثر شيء أنا تابع على التلفزيون. نعم. حقيقة نشوف تنظيم رائع وأكثر من ممتاز، وإن شاء الله أنه يكون على ما نشوفه. والحقائق لحد الآن لا شفنا شيء يعني طلع أو لاحظنا شيء، لكن إن شاء الله نشوف العمل يصير على قدم وساق وعلى ما إن شاء الله وعلى هالخطة اللي هم المسؤولين على المهرجان، ونقول إن شاء الله أنهم موفقين. وهذا طبعا لو حصل فيه شيء من الملاحظات فهذا ما هي بغريبة على أول مهرجان أو كرنفال بالشكل هذا، لا بدي يصير فيه. لكن أكيد مثل ما قالوا الدكاترة، أنا سمعت لهم كذا مقابلة يقول حنا بشر وكل يخطي، لكن أي شيء يصير لا بد أنهم يعدلونه أو تلافونه في السنين القادمة، ونقول نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، والله يوفقهم. الله يوفقهم جميعا. أبو فارس، طبعا أنت من ملاك البل، وأعتقد البل اللي تقتنيها المجاهيم واهتمامك فيها، وحنا الآن يمكن اليوم عرضنا فئة المياه، عرضوا فئة المياه المشاركين في المهرجان، كيف تشوف قوة المشاركين وقوة حلالهم اللي شارك؟ رائع، ممتاز. أي. الله يعطيهم العافية، بذلوا فيها المال الطائل، حصلوا على الفرديات، يستاهلون الفوز، شيء فخم وشيء لله الحمد يفرح.
وجميل جدا. نعم. وهذا إن شاء الله بداية الطريق، وما يقدم فيما مستقبل يكون أفضل وأحسن إن شاء الله، والناس راح يعتنون بسلالات الإبل أكثر وأكثر ويعتنون فيها اعتناء هام، وهذا من فضل الله ثم فضل دولتنا الرشيدة على ما تفضلت بها على مواطنيها في هذا المضمار. بالنسبة للمجاهيم تحديدا، الزين فيها واجد توفر، ما شفت اليوم شفت الهوائل يكفي الهوائل. نعم. ما شاء الله الزين واجد في كل مكان الحقيقة، في المغاتير والمجاهيم وفي الإبل كلها بأنواعها. الحمد لله بدأ منهم صارت جائزة الملك عبد العزيز، وملاك الإبل يهتمون بالاعتناء بالنسل واختيار فحولها واختيار وصولها، والحمد لله كل ما لها فرقي. جميل. أبو خالد، جائزة الملك عبد العزيز شجعت الملاك على اقتناء السلالات الجيدة والزين؟ أكيد ما في شك، شجعت الملاك وشجعت المواطنين وشجعت البايع والشاري وشجعت المنتج وشجعت المواطن اللي أحواله وسط وضرب عند زيد ولا عند عبيد ولا عند واحد وجاله انتاج وباعه على الرجل اللي قادرين. فما فيها شك ان جائزة الملك عبد العزيز رفعت من مستوى البل اضعاف الاضعاف فيما اكثر مما ما كنا عليه سابقا. نعم. السابق ودنا نتكلم عنه في السنين الماضية قبل الجائزة وقبل ان يكون فيه مهرجان لجائزة الملك عبد العزيز للمزاين، وقبل تحط اللجان والتحكيم والعروض اللي موجودة، وقبل الاعلان والقنوات اللي موجودة، كيف كان حال اهل الحلال؟ والله طول العمر حال اهل الحلال حال وسط، يعني محبة بس وولفة لها الحلال، وكل واحد الله يكد على هالحلال ولا يستفيد منه. ما كان في فائدة. ما كان في فائدة، كل واحد تعتبره هواية لكنها ما منها فائدة، كل واحد يتبع إبله ولا يروح عنده ولا يتمشى أو يعتبرها استراحة متنقلها، لكن ما في فائدة. الأيام هذه فعلا صار فيها تجارة، بقولها بكل صراحة، والكل يستفيد، اللي أحواله وسط واللي أحواله زينة واللي والتاجر وهذا يبيع وهذا يشري، كل واحد يبيع بعضهم على بعض ويشرون من بعض، ونقول إن شاء الله الله يجعلها إن شاء الله من عز في عز، اللهم يطول عمار حكومتنا الرشيدة ويعزهم على من عداهم. اللهم أمين. نفس الحال يا أبو فارس، إن الجائزة ساهمت في رفع مستوى الحلال جدا جدا، وتأثير عظيم ما هو سهل. الإبل كادت أن تفلت من أيدي أصحابها، الإبل كانت الحقيقة في هذا البلد في الجزيرة العربية في هذه الصحراء كانت هي الوسيلة في كل حياتنا، في زراعتنا، في حتى في معتقداتنا وديننا، الحج والعمرة عليها، كانت الغزوات والفتوحات الإسلامية عليها. البل لها دور عظيم في حياتنا، احنا لنا علاقة بها عظيمة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذه الدولة المباركة ما كانت على هالحالة هذه، اقتنوا عنها ما عاد لها دور. هملوها، وصلت مرحلة انها تهمل، وصلت مرحلة انها ما تفضل بها للناس المتعلقين بها حبا. اما الان لا، الان الحمد لله هواية وحب وتجارة. استثمرتوا فيها؟ والله كثير ناس استثمروا فيها، بعضهم يسمعنا. أبو خالد، نعم. أنت من المستثمرين في البل؟ الكل مستثمر، ما هو بنا طال عمرك. نعم. الكل، كل أبوهم، حتى أبو فارس تراه يحول عليه لك مستثمر، يمكن أبو فارس في جنب المجاهيل. هو أول ما استثمر في البل، وحنا سوينا سواته. أي. ولكن البل شفاء، اللي يشري واللي يبيع أكيد. أنا أتوقع أن أبو فارس يعني أنا وياه نشري ونبيع، والبيع والشراء هي متعة التجارة، فالإبل وإنشرنا شرنا وبعنا وصار لها متعة وصار لها ونسة، والكل يستفيد منها. نعم. لا تجار ولا مواطنين عاديين. نعم. أنتم رجال أعمال وتعرفون كيف تحصلون على المال وكيف تصرفونه. نعم. فالبل، أنا قال لي الشاعر والعلم حامد بن مايق الحبابي، نعم، نمسي عليه بالخير، الله يذكره بالخير، قال، نعم، ان مالك البل ما يشوف الفقر، ما يفقر، تجاير احيانا تزول لكن البل مالكها ما يفقر. هل هي محبه ولا واقع؟
الله يطول عمر الفقر اليوم ان الله قسمه جاء مار على مال كبل ولا على غير مال كبل حتى لو يملك مليارات اليوم ان الله كتب لها الفقر حصل. الله يجعلنا ان شاء الله ما نشوفه لا في صاحب ولا في رفيق ولا في معرفه لكن البل طال عمرك ونستها اللي جربها ما 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 توصف وهذا محبه اللي قنوها انا اتوقع ان اكثر الناس اللي قنوها انها محبه ورغبه واجعلها ان شاء الله تستمر واللي قناها للتجارة برضه استفاد واللي قناها للمتعة وانساه وتمشي عند هذه البل إن شاء الله أنها في عز وتعتبر من هي 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 هي, هي أثارنا وهي طال عمرك عزنا من أول أهلنا وجدانا وجدان جدانا أبانا ما يركبون إلا على البل ولا يردون إلا عليها ولا يرحلون إلا عليها هالحين الحمد لله رخى بفضل حكومتنا الرشيدة بس حطوها زي ما تقول استراحة متنقلة ومتعة نعم واستثمار الاستثمار فيها آمن يا أبو فارس نعم اللي بيدفع حلاله في البل ويشري الزيان من البل آمنة ما يخاف على حلاله البل ما هي بصالحة لا عند أهلها جميل سواء يبى يستثمرها تجاريا أو يبى يقتنيها اقتناء ومحبة فإذا الإنسان يعني أي أمر يقع في يد غير مهبلة ما يفلح عط الخبزة خبازة لو كان نص بالضبط فالبل لها معاملة خاصة لها ترتيب خاص لها عناية خاصة لها يعني لها 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 كار هايل يعني عند أهل الإبل اللي يعرفون مثل الرجال اللي وراك يعرف هذا معرفة جيدة هو وابوه وجده عايشين معه أما اللي يجيها دخيل عليها قد يجوز يفلح قد يجوز ما يفلح وهي ما تبور مع أهلها إطلاقا لأنهم يحبونها وتحبه أما اللي داخل عليها دخيل عليها يدور وراها تجارة وهو ما يحسن معاملتها والله أظن مآله إلى مغامرة إي هو جيد نعم أبو خالد أنت تحولت من منافس في المزاينات ومن رجل تشارك بقوة إلى مستثمر الكلام هذا صحيح ولا إلى مستثمر بايع ومشتري وتدور الندر في البل والله أخ نايف أنا أحب الزين والزين لا زال عندي والحمد لله واستمتع به في بلي وإن حصل بيع ما أنا لو حصل بيع بعت ولكني في نوادر ما بعتها واحتفظ بها فأبلي النوادر والمنقية هذه موجودة وأستانس بها حتى لو ما شاركت يا طويل العمر أيوة. أنا شاركت يمكن حوالي 15 سنة أو 18 سنة من عام 1415 وتعرف تشبعنا من المشاركات ورحنا وجينا وبعدين نبي نترك الفرصة لغيرنا خلى الناس اللي طالع لو قعدنا حنا يلولين على رأس الهرم ما اللي معنا صار كيف يحوز على مراكز متقدمة فقلنا حنا اللي كنا ناخذ المراكز الأولى مثل ما تفضلت نستثمر ولا نستانس في الطيب واللي يجون إن شاء الله فيهم البركة كل الخيال الجدد إن شاء الله فيهم البركة والله يوفقهم وحنا نشجعهم الله طيب عينك على المشاركة ولا والله يا أبو باسل شف ما ندري وإن شاء الله يقسم شف أنا بقول لك أنا فعلا يعني تشبعت بالمشاركات وطال السنين وتعرف يعني الواحد أخذ كفايته فبنشوف الفكرة يعني حنا هالحين كل المهرجان إن شاء الله هذا المهرجان هذا هو فعلا فتح حتى اللي كان يقول أنا ما عندي نية يمكن غير رأيه من أول إعلان ولكن حنا نقول إن شاء الله أن الأمور تستمر وإن شاء الله ما دام أن الأمور مستمرة والأمور زينة ما ندري يا الله الله المشاركة متى الله إن شاء الله يكتبها نبي نشارك بإذن الله إن شاء الله الله يكتب التوفيق لك أبو فارس بعد نفس الموضوع يعني أنت من كبار الملاك ليه ما شاركت يعني السنة هذه تحديدا ترى هذا سؤال جاني على الواتساب يقول نسأله ليش ما شارك أنا بكون صريح معك أكثر مما يجب طبعا. أنا شاركت فيها في الوقت اللي ما كان المنافسين على مستوانا أما إذا صار بيصب في السوق مئات الملايين أنا ما أقدر أضاهيهم ولا أباريهم لأني ما عندي القدرة المادية أني أنا أنزل مع هؤلاء إبلي أخذت
أرقام متقدمة، الأول والثاني أول مكرر والثاني والأول والأول والثاني، فكوني أني أنا أحشرها الآن وخليها تنزل إلى مستوى أقل ما وصلت إليه أظني أظلمها وأظلم نفسي، وأنا أظن هذا مقنع بالنسبة لسؤالك. جدا مقنع. طبعا الرجل أبخص بحلاله، هل يحتاج المشارك المنافس اللي يبي يدخل في المركز الأول يبي يحتاج له إلى ملايين ضخمة علشان جدا يصف؟ جدا أنا ما أبغى أني أتكلم بلسان أحد، لكن لو سألت اللي يأخذون الأوائل خاصة في المجاهيم، نعم، تلقى خسر مئات الملايين، مئات الملايين. حتى ليه؟ لأنه يأخذ كل الفرديات، كل ما دخلت ناقة وخلصت الأول جاء عند راعيها وقال حقها وحط حق اللي يطلب فيها وخلاص يمشي. أمس واحد مسيوم من ناقة 8 مليون وعي قال ماني بايع ناقة واحدة، ناقة واحدة. الحقيقة إنه هذا كبير ومبالغ بالأسعار وخيف ويهرب الناس الآخرين، لكن إحنا ودنا الناس يسترزق. صحيح، والله ودنا الناس تسترزق، لكن ما هو لهذا الحد، إلى حد المغالاة الغير مرغوب فيها، مو طيب، ولا حتى في سمعة البلوهلة مو طيب. لكن حب الله من كل شيء الوسط. نعم. يعني لو كانت الأمور وحنا ما أقول الكلام ذا علشان أنه أحد يتدخل في الموضوع أنه يمنع فيها ويخف منه أو يزود فيها ويقمح، لا بالله، هلا الله يعطيهم العافية وكثر خيرهم الإمكانيات تسمح. هل البل أكله من الفقر ومن الجوع ما هو كافي، والآن تربية الإبل مكلفة، خليهم يأخذون من المستوجد والملي اللي يقدر يعيش به ويرفع مستوى إبله. جميل، والله يوفق. يقول أبو فارس تكلفة الإبل مكلفة، مصاريفها مكلفة يا أبو خالد؟ أكيد أكيد، الرجل اللي يكون منقية على مستوى ورفيعة المستوى ونوادر يبي يتكلف سواء شراء أو أطعمه أو رعاه أو مزارع يزرع لها، لا بد أنها فيها تكلفة. نعم، لا بد الكلفة. نعم، نعم. صحيح. طيب أبو خالد، تنظيم المهرجان بالشكل اللي أنت شفته بالآلية اللي صارت من التلاد من الفرديات من الأعداد من كيف تشوفه؟ والله أنا أشوف اللي يعملوه إن شاء الله يشكرون عليه، ما فيها شك، هذا شيء يشكرون عليه وواجب على اللي قايمين على المهرجان. لكن فيه بعض ملاحظات، والله أني أنا ما دام أنك سألتني عن التلاد، أي نعم، الله الله، فأنا أقول التلاد المفروض أن التلاد هذا يكون البادية اللي ما عندهم تجارة ولا عندهم قدرة على الشراء ولا عندهم شيء إلا هالحلال اللي هم عندهم يستمتعون به أو يضرب عند فلان ولا عند فلان ولا بعيره ينتج وهم المنتجين، لا باعوا ولا شروا. لكن مثل الرجال اللي كانوا يشاركون في المراكز المتقدمة ومعهم منقيات على مستوى، مفروض ما ينزل مع المواطنين اللي هم أمورهم نعرف أنها مبسطة. هذا اللي أنت إذا هذه ملاحظتي أنا على التلاد، يعني إذا فتح يا أبو باسل، إذا فتح المجال للتلاد أنا بنزل بكرة والثاني بينزل وكل أهل البل كل من حقق مراكز نخب ولا أول قال أنا بنزل في التلاد والتلاد بأخذه أنا مالي منافس، وصار لا ما يرجع خلاص، أنت نافست في المراكز الأولى ومعك منقية وتشري بالملايين أبيع طيبة وتشري بالفحول، خل الفرصة للناس المحتاجين يا أخوي، هم أولابها. والمفروض أن نرجو من إدارة المهرجان أن يركزون على الموضوع هذا، أن ما ينزل أهل البلاء اللي ينافسون على المراكز المتقدمة في كل المنقيات ما ينزلون في الثلاثين يتركونها للمواطنين، هذه واحدة. نعم. والشيء الثاني، نعم، نامل من المسؤولين على المهرجان أن يمددون للتلاد بدل ما اللي هي الفيتين المجاهيم والمغاتير، هي أكثر الفيات فالمشاركة. نعم، لو زودوا لهم 10 20 20، يعني يصير بدل 10 20 في المجاهيم وفي المغاتير، هذه 20 جوائز. نعم نعم،
حتى يكون يعني يشمل إن شاء الله الخير أو يشمل يعني الفائدة كثير من نعم المشاركين اللي هم لا يقدرون لا يشترون فحول طيبة ولا يقدرون يشترون إبل طيبة فيكون هذا إنتاجهم فتعمهم الفائدة هذا اللي يعني نعم أبو فارس رأيك في الاقتراح هذا أنه يكون جوائز التلاد 20 جائزة يجب ما لا أقل يعني التلاد تشجيع للإنتاج نعم تشجيع للإنتاج نعم اجتهاد للإنتاج اجتهاد لاختيار الفحول اختيار السلالات الطيبة وهذا تشجيعها الحقيقة جيد يعني احنا نقول مقترح لإدارة المهرجان أنهم يزيدون التلات 20 جائزة بدل ما هي بعشر جوائز يصير للتلات 20 جائزة وهذا أكيد إن شاء الله أنهم يأخذون به في عين الاعتبار هو في أنا شخصيا كل إنسان له رأيه صحيح أنا شخصيا اللي أرى أنه يجب أن يزاد الفرديات والفحول ثلاث جوائز فقط للفحول والفرديات هذا فيها بخس شوية هذا اعتقادي أنا أهم من الـ نعم يعني يكون الفرديات 15 جائزة يعطونها أقل شيء 10 جوائز الفرديات وبعدين والفحول ثلاثة يجي الفحول متلايمة فحول وش كثرة كل نوع من الفحول يأخذ له ثلاث جوائز فقط لا غير وليه ما تعطى 10 جوائز والفحول هي أمهات البل وهي اللي تنتج البل وهي اللي تشجع وهي اللي بها اعتناء أنا هذا رأيي جميل على طاري الفحول وعلى طاري أنها هي اللي تعمر البل المجاهيم فحولها سهلة متوفرة موجودة في فحول بس ما هي بنفس الجودة اللي في الألوان الثانية فحل المجاهيم صعب 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 لأبعد حد أبو خالد كان عنده مجاهيم وعوبلها طويل وأخيرا تخلص منها على شرع ما مشت معه طيب ما مشت معه هي أبو خالد المغاتير فحلها كيف سهل والله الفحول فيه سهل وفيه متوسط وفيه ممتاز الفحول حسب قيمة الفحل حسب قيمة الفحل أقصد أنه من ناحية وفرته يعني موجود أنا والله الفحول لا والله ما هي النوادر ما هي كثرها لكن يصدف هو الفحل الطيب هو اللي ينتج المهم على الإنتاج ولا الشكل يجي فحول شكلها جميل وزينة لكن إنتاجها يجي وسط ولكن اللي حصل الإنتاج من بعض الفحول يغطي على الفحول اللي منظرها أجمل فيه ملاحظة نعم. أبو فارس الحقيقة قال كلمة هو صراحة يشكر وملاحظته زينة لكن أنا ودي شوي بالفائدة هنا تأم صحيح أن الفرديات والفحول تستحق تزودها لكن أنا أبي الفائدة تأم الناس البسطاء الناس اللي أحوالهم الفرديات لو جت أخذوها التجار كل واحد منقيته فيها فردية واستفادوا والتجار حنا نبي الشريحة اللي هم غير قادرين على الفرديات ولا على قادرين على الفحول الطيبة إنهم يأخذون عدد أكثر فالتلات ونحطوا فرديات جزاهم الله خير وكثر جميل هذه مقترحات طيبة والله تشكرون عليها أنتم طبعا أنتم تمثلون هلالبل وخص البل اللي وافيتم في الزين بالنسبة في بعض الأسئلة الشخصية الخاصة يعني اللي تخص الرجال في حلاله وهذه والله أحيانا تطرح علينا من مشاهدينا الكرام لأنهم يبغون يعرفون عن الشخص أو عن ضيوفي اللي موجودين معي الكرماء اللي موجودين معي اليوم في الاستديو لك رغبة في المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز من ما له رغبة في المشاركة ما أحد أبدا يقدر يقول لك يجي راعي ابن اليوم يقول أنا ما لي رغبة في المشاركة بل هل له القدرة أو ما له القدرة هي من السؤال السؤال في القدرة على أنه يشارك أو ما يقدر يشارك هي. إنما يجي سوق بعره اللي ما تقدر تنافس مثلا تنافس في الميدان مع التجار ومع الناس الملاك الكبار والله صعبة وسبق أنه صار في اقتراح قالوا خلوا التجار والأمراء لهم ميدان ومنافسة لوحدهم والبادية والناس الناس الآخرين لهم أشواط مستقلة أشواط لوحدهم وهذا فيه شيء من الإنصاف
وفي شيء من العدل، والناس يختلفون في أراهم في الموضوع. صحيح. جميل. يعني يكون شوط خاص لأصحاب السمو الأمراء ومن يرغم من الأبناء. الآن مثلا عندك في الخليج في الظفرة، نعم، في شوط الشيوخ يقولون له، نعم، ومن يرغب اللي يبغى يشارك من المواطنين في شوط الشيوخ تفضل تفضل، واللي يبغى يشارك في شوط في بعدين عندك أشواط الشراء وأشواط الإنتاج. أنت بتشارك في مزاين شيء أنت منتجه، هذول ناس منتجين لهم ومن حلالهم ومن أبلهم ومن فعولهم، والشراء تشتري راح نفس المشتري اللي هناك، فرق ما بينهم. لو عمل هذا الشيء قد يجوز أنه فيه شيء من إعطاء كل ذي حق الحق. جميل. أنا الليلة أعتبر نفسي أني أنا المدافع عن المنظمين في المهرجان لأنكم أنتم ملاك البلد. نعم. إحنا في إدارة المهرجان دوبنا بدينا في التنظيم، وهذا يعني الإنجاز اللي شفته خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بالكثير، شفت المدينة اللي الآن قائمة، وهذا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد ومتابعة أيضا من ولي العهد على تنفيذ هذا المشروع الضخم الكبير وإعداد الجائزة هذه. بدينا بمثل ما شفتوا الآن، وهذه مقترحاتكم أنتم راح إن شاء الله تكون يأخذ بها في عين الاعتبار. وش اللي عندكم غير أنتم يا هلال بل بعد تبونه؟ واجد. أنا عندي كم اقتراح الحقيقة، أنا كاتبها في ورقة مسجلها عشان ما تنساها، مسجلها عشان ما انشاها، واعتقد أنها لها أهمية. من أهميتها الحاجة لها، احنا محتاجين لها، وهي كاتب توسعة جوائز الفرديات والفحول. جميل. وضع كل فئة بأنواعها في حيز معين، يعني المجاهيم في حيز معين، هنا أنا من هواة المجاهيم راح أتفرج في المجاهيم، ألقاها في حيز معين، فردياتها وتلادها وجلها وفحولها ألقاها في منطقة معينة راح أتفرج فيها وجماشي. وكذلك الوضح في حيز معين، مثلا مقر الوضح أجلس تعرضها من أول الآخر وأشوف أتفرج فيها. كل إنسان يروح لهوايته من الإبل هذه يلقاها في منطقة معينة محصورة يتفرج فيها، لو إدارة المهرجان تقوم بالعمل هذا نكون شاكرين له، ومن صالح الناس اللي يجون يتفرجون فيه. المهرجان خايفين، ترى خايفين أنه لا يقابله صعوبات، لهذا أنا أقترح أن يكون للمهرجان دخل رسوم على كل شيء يباع في هالمهرجان، علشان يقوي المهرجان، إدارة المهرجان، ونضمن استمراريته، ونضمن تحقيق نظرتنا له المستقبلية. أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار. مستشفى خاص للإبل ينبثق منه بحوث تشريح، البل ما لها علاج، البل ثمينة، واحد يشتري ناقة مثل اللي يسومها الآن بثمانية مليون ويجيها مرض، مرض بسيط ويمكن علاجه يكون بسيط، إذا ما يكون هناك ثمانية مليون تروح في لحظة. نفس هذا ما كان في مستشفى خاص للإبل بيطري يقلب له ناس علماء من أستراليا من أفريقيا من الناس اللي هذا يدرون إدارته ويكونون له إدارة هائلة، مستشفى هائل يقوم بعمليات وتشريح واكتشاف أمراض الإبل. الإبل ما لها مرجع، ما لها كتب، كل الحيوانات لها مراجع كتب، حتى القطط الله يكرمكم إلا الإبل، واللي خلقها سبحانه وتعالى أدرى بحكمته في خلقها وضرب فيها مثلا قبل الجبال والأرض وسموات الإبل كيف خلقت. نعم. لهذا يجب أن يتوفر في هذا المهرجان العظيم مستشفى خاص للإبل يقوم بعلاجها وكشفها ودراسة أمراضها ووضع كتب لها ومراجع وبحث قوي في هذا الموضوع. هذا اقتراح أنا أرى أنه
يجب أن يتوفر. الأعلاف فيها نوع من الفوضى، كل من بغى فتح له مصنع أعلاف وسوى أعلاف، فيها ما فيها وفيها ما يخطيها. لو توحد تحت إشراف الدولة مصنع كبير مساهمة، مصنع كبير مساهمة للأعلاف للحيوانات كلها تحت إشراف الدولة، كان يمكن يكون أضمن وأفضل وترعون وأثمان وأشياء. هذا مقترح. علشان موضوع المستشفى وأمراض الإبل عندنا مشكلة كورونا، أنا أود أني أبحثها معكم يا هلا المهرجان. قمت بكشوفات وحللت، ما أدري الزراعة، ما أدري الإدارة، ما أدري من قام بالموضوع هذا، وكان يترتب عليها شيء هائل، وحرموا أهل الإبل من جلبها اللي ما يستفاد منه في الضحايا، الفاطرة اللي مع التل، الناقة اللي عايب ديدها مع ترضع، الناقة السمين اللي ما يبغاها راعيها يبيعها في الضحايا يستفيد من أثمانها، حرمنا منه باسم بسبب مرض كورونا. مرض كورونا ما هم موجود، ولو موجود ما صار هذا المهرجان، وأنا أكد وأقوله وأعني ما أقوله. لهذا نرجو من إدارة المهرجان أن تبحث وراء هذا الموضوع وتعتق أهل الإبل من حرمانهم من جلبها للضحايا. جميل. أنت ممكن تسمحوا لي بعد على أساس أجاوب على بعض الأمور لي. بالنسبة فيما يخص مرض كورونا والأمراض اللي اللي عمل واللي تكلفت فيها الجهات وحرصوا عليه ونظموه وعملوا له، حسب معرفتي أنا ماني متحدث عن جهة رسمية معينة، ولكن من واقع تجربتي مع الجهات المعنية خصوصا قسم البيطرة ما يخص وزارة الزراعة، كله حرص وعمل احترازي بحيث أنه ما يكون هناك مشكلة في هالأمراض هذه وانتشارها وتأثيرها، حفاظا على الثروة الحيوانية، حفاظا على أهل الحلال. لكن حنا نبغى الفرصة، هم يبغون الفرصة، المسؤولين يبغون الفرصة من أهل البل من أهل الحلال لين كل شيء يثبت، أما بنفيه أو بوجوده ومعالجته واتباع السبل اللي تنهي أثاره الباقية. كل ما شفنا كله احتراز وعمل احترازي وعمل حرص، أما إثباته أو نفيه هذا يخص المسؤولين اللي هم متخصصين في المجال هذا، بلا شك أنهم عندهم البخص وعندهم المعرفة. أنا بس هالسؤال واحد الله يخليك، الآن إحنا في مجتمع إبل، كم من البشر الآن موجودين مع الإبل وللإبل وعند الإبل ومع الإبل من سنين، هل أصيب أحد من أهل الإبل بهذا المرض؟ كلهم طيبين وبخير، أهل الإبل مناعتهم قوية، يشرب حليب الناقة وروح زندوان كبره ما في طب ما في طب، ولكن لا لو في مرض جاء في مرض، لكن هو الله يشوف المسؤولين، انا اعرف انهم حريصين وبلا شك وانتم تعلمون ورجال مرت عليكم الامور هذه، حريصين على عمل احترازي انه ما يكون في انتشار للامراض ولا يكون في اوبئه ولا يكون في مشاكل. طيب انتم يا اهل البل يعني لكم طلبات كثيره ومقترحات، وانا اثق تمام الثقه ان من سعى وراء العمل هذا وقام بهالمهرجان مثل ما شفتوا انه حريصا على انه تحقيق كل رغبه. لهذا حنا نطالب ونشتكي إلى من قام بهذا الصرح العظيم أحوال وتضرر بعضها الإبل من بعض الأشياء، منها وأهمها مرض كورونا، يجب أن ينفى أو يثبت. أما اعتقونا من حرماننا منها علشان اسم مرض كورونا هو ما فيه، أو اثبتوه واعتقوها اعتقونا منها حدا. نعم أبو خالد. نعم سؤال يعني شخصي. نعم المشاركة الجاية السنة الجاية إن شاء الله بنشوف أبو خالد في المهرجان. والله يا أبو باسل ما أقدر أوعدك، ثابت شف الإنسان ما يعلم وش الله وش يصير. الحقيقة أنا النية فيه نية، ولكن السنة الجاية اللي بعدها متى ما شفت أني الوقت مناسب فأنا موجود، وان شاء الله تيسر الامور في وقتها ان شاء الله. الله يسر. يقولون رعلب الشواش لما شاف المنقيه ماشيه الميدان ولا يجي عند التغير، والله صحيح والله طول عمره رعلب اللي استانس بها حتى لو انها في مفليه ولا سارحه ولا مروحه. نعم
ففيها متعة إن روحت وانسرحت أبد. لكن فيه ودي أعلق على فعلا أبو فارس تكلم في شيء مهم جدا, نقطة واحدة ودي أعلق على النقطة الباقية هو فعلا شرحها اللي هي البيطرة والمستشفى. فعلا أهل البل يعانون من قلة البيطرة وعدم معرفة البيطريين الموجودين في القرى. يجي واحد بيطري ويعطينا علاج ويصير مخالف للفائدة, يعني التخصص ما هناك تخصص. المفروض أن اللي قايمين على المهرجان الله يسلمهم ويعز حكومتنا أن يصير فيه زي ما تقول مستشفى حتى ولو مصغر مستوصف أو بيطرة, يكون فيها رجال أكفة سعوديين وعندهم خبرة. وحتى لو صار فيها نسمع حنا بالعبث ونسمع بالشيء اللي يذكر في الإبل وحنا ما نعرف عن الكلام هذا, ولا المفروض فيها أجهزة تكشف اللي يكون فيه شيء أو أنه مثلا يلاحظ على شيء حتى سوى يأخذ منها دم أو يأخذ منها عينة من كل أنواع الفحوصات حتى تثبت لأهل الإبل ما يحصل في الإبل ولا حصل مستوصف. وفيه رجال يديرونه دكاترة على مستوى تيسرت الأمور, ومرض ناقة ومرض بعير ومرض هذا يصير مرجعية لهم حتى لو صارت يعني برسوم. نعم ما فيها ممكن يكون فيها استثمار حتى استثمار. نعم وما هي صارت مجاني تصير استثمار لا. واللي بدل ما يروح يعطيه مستوصفا او صيدليه في قرى وهو يمكن ما منه فائده, اعطيه شيء يصير منه فائده في مستوصف تبع الدوله. جميل جميل جدا. هو على كل حال احنا والله بالنسبه للحديث عن البل ومواضيع البل طويل ويشرف ان نتكلم فيه, خصوصا معكم انتم كملاك ورموز من رموز اللي مهتمين في البل. ولكن أنا أعتقد أن حتى الوقت يداهمنا وأن أشرف البرنامج على النهاية. قبل لا نختم برنامجنا أبو خالد, وش اللي أنت حاب توجهه من خلال هالبرنامج؟ والله أوجه أشكر حكومتنا الرشيدة على ما بذلته في المهرجان هذا اللي كان البادية وأهل الإبل ينتظرونه بشغف. وكان جاء وقت أنا بوصفه مثل الغيث اللي الله جابه للمسلمين وتباشرون به. أي والله غيث إن شاء الله جاهم. ونقول مثل ما تفضل قال أبو فارس قبل شوي أن أهل المفروض أنهم فعلا يديرون كل واحد يدير إبله أو جمهوره الأمور بحكمة وبرزانة ويستثمرون هالاستثمار اللي إن شاء الله دولتنا أهدت لهم. ونشكر اللي قايمين على اللي هم أنجزوا في وقت وجيز وبيض الله وجيههم, ما لهم عندنا غلا الدعاء. ونشكر القناة السعودية والقنوات الشعبية بعد بيض الله وجيههم وهم ينقلون وحنا نتفرج من خلالهم على المهرجان وحنا في بيوتنا ولا في مكاتبنا. أبرك السعادة والله. أبو فارس وش اللي حاب تقوله قبل أن نختم برنامجنا؟ إيه كان بودي لو حصل تنسيق بين مهرجان هذه القرية, وهي ما هي قرية الحقيقة, المدينة نعم, ومهرجان أبو ظبي ومهرجان الكويت. ودنا أن أهل الإبل يستفيدون من البيع ومن الشراء ومن العروضات ومن الجوائز, أن هي نسق ما بين وقت المهرجانات علشان يستفيدون منها البادية واحدة والشعب واحد, كلنا شعب الجزيرة العربية وشعب الخليج. ودنا أنهم يستفيدون ينسقون ما بينهم في الأوقات هذه عشان الكل يستفيد منها. هذا شيء. الشيء الثاني ننتظر حنا أبهرنا بهذا العمل الجبار الهائل وطمعنا. هالحين الإنسان إذا كان أنت مأمل فيه مثلا بخبزة وجاء وعطاك 20 خبزة هالشيء هائل, لكن ما بالك في الإنسان أنت مأمل فيه بخبزة وجاء وعطاك مفطح ومعه 20 خبزة نعمة كبيرة هائلة. صحيح. إحنا نطمع من هذا المد الكريم الصخي الهائل أن يستغل وتوخذ الآراء والدنيا يحط صندوق للآراء. كل من جاء لهذا المهرجان وعنده رأي يكتب رأيه يحطه في الصندوق, وبعد انتهاء المهرجان يدرس هذه الآراء يؤخذ بأفضلها ويكون مفيد للجميع.
هذا ما يمكن أن نستطيع أن نقوله في الوقت الحاضر. نعم. والله يوفق الجميع للخير. آمين. جميل. آمين. جدا. بالنسبة للمقترح اللي قلت الأخير، هذا الصندوق موجود الآن استبيان عند كل مالك من قية يجي يدي القسم، هناك مسؤول عن الاستبيان ياخذ. عظيم. نعم. عظيم. جميل جدا. على كل حال حنا والله سعداء، والليلة حنا بفضل الله سبحانه وتعالى ممطورين وعلينا خير، وحضوركم شرف لنا. أنتم أعلام من أعلام هل البل، ومن الرجال اللي تهتمون فيها، وكلمتكم إن شاء الله تؤخذ في عين الاعتبار، والقائمين على هذا المهرجان حريصين على إنجاح المهرجان وأخذ جميع الأراء. طبعا حنا مشاهدين الكرام معي ضيوفي في هذا الاستديو، الفريق أول محمد بن حمدان البقمي، شكرا يا أبو فارس على حضورك وبرك الساعات. وأنا أشد على كل يد اشتغلت في هذا الصرح العظيم، أشد عليها وأضمها كفرد سعودي صاحب إبل، وأقول بارك الله فيكم، الله يخليكم، كثر الله لنا من أمثالكم. نعم. بيض الله وجيكم، والله يعطيكم العافية. الله شبابنا اللي نفخر به. الله يطول عمرك. كذلك رجل الأعمال ومالك المشهور المعروف فنجال بن سلطان الشيباني، شكرا أبو خالد على حضورك وتلبيتك الدعوة لنا في الاستوديو. مرحبا مسهلا، الله يحييك، أنا لي الشرف برضه. حنا لنا الشرف. حضور معك. الله يسلمك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في برامج من خلال خيمة تعاليل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. عافيك، طول عمرك. شكرا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، مستمرين معكم في تغطياتنا الشاملة عن مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل، ومستمرين معكم من خلال برنامج خيمة تعاليل. يرافقني في تقديم هذه الحلقة الزميل فرحان المطربي. يا مرحبا بسعود. الله يحييك. شكرا أخوي نادر، وشكرا للمشاهدين الكرام، ونحييكم عبر هذا البث المباشر من خيمة تعاليل على هامش مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان التاريخي الذي يحفظ تاريخ هذا الوطن المعطاء، هذا المهرجان الذي لقي دعم ومساندة وتشجيع من قيادة هذا الوطن أعزهم الله، وهذا المهرجان لتاريخنا المشرف. الله يعطيكم العافية، نتمنى أن نقدم لكم إن شاء الله ما يرضي أذواقكم أنا وزميلي نادر خير وزملائنا الشعراء. يا مرحبا بك بسعود، باسمك وباسمي وباسم فريق البرنامج نرحب بضيوفنا في هذا المساء. في البداية مع الغالي المنشد الدكتور فهد مطر. يا مرحبا يا ابو نايف. يا عافيك، صباح عليك، ومسي على اخواني المشاهدين على الشاشات، ومسي على اخوان الزملاء. نعم. سعداء بشوفك الليلة. والله انا اكثر. خليك جاهز الاسئلة والمشاركات. كما يتواجد معنا الشاعر فالح بن بجاد بقوم. يا مرحبا يا ابو بجاد. أيضا نتعرف على المشاركين معنا هذه الليلة، الشاعر منصور الحبيل. الله يحييك يا منصور، سعداء بوجودك معنا الليلة، الله يطول عمرك. الله يحييك. وكذلك عازف الربابة فرحان الضفيري، الله يحييك. الله يطول عمرك يا أبو سعود، إحنا سعداء بوجودكم معنا الليلة. الله يسلمك ويعافيك. الله يطول عمرك. أبو نايف، في البداية السؤال لك ولجميع ضيوفنا، وشلون شفتوا المهرجان هذا العام؟ والله بشكل عام يعني بلا شك حقيقة مختلف عن السابقة، في أفكار جديدة،
صراحة مغاير للسنوات الماضية. هذا أول سنة مدة كانت قصيرة. نعم. إلا أنك تجد التنوع في كل شيء. يكفي أن الناس اللي تشوفوا من هذا يحضرون المهرجان ترى في عيونهم السعادة، يعني حتى أنا في خلال التواصل مواقع التواصل الاجتماعي كل يسأل يقول كيف المهرجان؟ هل تؤيد أني أجي أنا وعائلتي أو أجي لحالي؟ نعم. أنا وجدت يعني مساحة موجودة للطفل، للمرأة، للشباب. حقيقة يعني شيء مبهر. احنا بنعلم المشاهدين انك من العصر متواجد وخذيت لف على الاقسام كلها. انا موجود من العصر. والشفت أنا طيب. من الظهر. جميل والشفت. والله جميل، انا رأيت مثلا عندنا المعارض المسلمة. جميل. اللي ملاحظة وهي جديدة طبعا اللي هو صغر المساحة. انا بتكون كبيرة في المستقبل. اللي هي الخاصة بالاسر المنتجة. يعني صراحة الاسر المنتجة كثير وكلهم انتم مشاركون. ايضا الزوار يطلعون في مثل علامات اليد كل ما يحتاج. جميل. ايضا زرت صراحة تابع الأخ الأستاذ خالد الدكتور خالد سعد. نعم. القبة الفلكية. القبة الفلكية. زرت أيضا معرض سنام. ممتاز. جدا يعني روعة صراحة الأفكار الموجودة. الإبل يعني في القرآن، الإبل في الحديث النبوي، مراحل الإبل، يعني أشياء صراحة يعني جميلة ومفيدة. مفيدة يعني أنا أخذ فيها معلومات كثيرة. لما أجي أخذ معلومة. صح. يعني أنا تفاجأت مثلا من المعلومات اللي أنا ما كنت أعرفها إن أكثر دولة فيها الإبل اللي هي الصومال بعدد يعني صراحة مهول. توقعت المملكة قبل. الصومال ثم السودان ثم المملكة. توقع ما حد يغلبنا أنت فيها. أنا توقعت كذا. صراحة يعني أشياء جميلة، أشياء مفيدة. يعني لما أزور المهرجان ما أطرأ إلا بالنتيجة، وهذا صراحة المبتغى. والمهرجان بلا شك إنه يريد أن يثري، يعني يثري الزائر. لما جميل. يطلع الزائر يطلع بشيء يعني بمعلومات تزيد عند المعلومات السابقة، فيطلع بشيء مفيد. المسرح كان لك تواجد فيه قبل ساعتين أمام الجمهور. المسرح صراحة شلون شفت الجمهور؟ الحضور كان جميل. طبعا اليوم المطر. يعني كان حاضر. أضاف للجمال جماله. المطر بلا شك يعني الإنسان يتبارك فيه. نعم. وهو أفضل من ألف شيلة وألف منشد وألف شاعر ولا لا. الحمد لله. البركة الحمد لله. اليوم في المطر. اليوم خير ومطر ما شاء الله. أيوة. سعادة يعني في المطر يعني تكون جميلة، خاصة إن اليوم أيضا قدمنا على المسرح كان في تفاعل للجمهور. وأنا يعني مهما رأى الإنسان أحيانا يرى من شيء يعني قد يقول هذه ملاحظة في هذا الوقت الوجيز والسريع. نعم. إنك ترى مثل هذا الإنجاز. نعم. والله ما ترى أي عيب. نعم. يعني وهذا يعني أنا أتكلم من نظرة الرجل العاقل أو الزائر العاقل. جميل. اللي ما ينظر. وأنت ما أنت بغريب عنه، يعني أنت تدري إن مراحل التطوير قائمة حتى بلا شك تجهيز الأعوام القادمة. الصواب ما يأتي من الخطأ. نعم. يعني دائما في التأني، فإذا صار عندك وقت في أي شيء تقوم فيه حتى برنامجك اللي الليلة احنا حاضرين عندك. نعم. إذا لم يكن في تأني وفي استعداد وفي يعني وقت أنا تجهيز. أعطيك وقت. نعم. راح يكون في خلل بلا شك. جميل. لكن أيضا خلل عن خلل. أنا اليوم بشكل عام صراحة ما رأيت خلل أقول إن هذا الخلل يعني بسبب إهمال أو بسبب يعني قصور من جميل. الإخوان القائمين، وشكرا لهم صراحة. شكرا على ما قدم. صحيح. يعطيهم ألف عافية. أخوي فالح مرحبا بك. مسهلا. الله يحييك. شلون شفت المهرجان؟ والله مثل ما قالوا الاخوان فيه تجديد عن الفتره السابقه. نعم. من حيث التجهيزات، من حيث دخول العوائل. نعم. والاضافات الجديده من الاشياء المضافه للعام هذا. نعم. مضافه جديده كذلك. فيه تحس في حضاره شويه المهرجان. المهرجان السابقه كان فيها يمكن في الفرح الفنيه والمهرجان الان في تنظيم وترتيب وفي اخوان الله يجزاهم خير قايمين كل من الدوره. نعم. هذا الجهد يشكرون عليه، ونحن نشكر خادم الحرمين الشريفين صاحب الله ونشكر القائمين على جميع مستوانا جميع الاعياد. السنه هذه كان في كثير كذلك الجوائز الكبيره، شعراء المناوره، شعراء النظر، الشيلات، وهذا اكيد حافز للتنافس. نتمنى ان يكون احنا في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز، وشعاره مثل ما قلت الابل حضاره. وهذه الاشياء اللي نبي نوصلها حتى للحضور والمشاهدين ان الابل حضاره بشكل عام. يعطيك الف عافيه. شكرا اخوي نادر وشكرا لضيوفنا جميعا. سعداء معكم مشاهدينا الكرام، ونواصل هذا البث من مهرجان جائزه الملك عبد العزيز للابل. هذا المهرجان الذي يحمل اسم مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله وثراه، وهذا المهرجان أيضا للإبل. والإبل هذا المخلوق الذي لازم الإنسان العربي منذ القدم، وكانت الإبل هي المعين في حله وترحاله وتنقلاته من مكان إلى آخر،
وكذلك كانت الإبل جزءا من وسيلتها الحربية اللي يصد فيها الأعداء قبل أن يأتي الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة عزها الله. ونحمد الله على الأمن والأمان وما نحن فيه الآن، وهذا جزء من تاريخنا الإسلامي، واهتمام الدولة لا يأتي من فراغ. فشكرا لكل من اهتم بهذا المهرجان، وشكرا لكل من سهر الليل وواصل النهار في سبيل إنجاح هذا المهرجان. أعود لضيفي منصور الحبيل، الله يحييك. كيف ترى جائزة الشعر الشعبي في المهرجان؟ والله إن شاء الله إنها طيبة. أنا الحين توني واصل الآن. أي نعم. بإذن الله تعالى باخذ جولة الحين على أساس. أنت ما شفت الأماكن والمهرجان؟ ما بعد شفتها. لكن جائزة، لكن جائزة ضخمة زي كذا تجي للشعراء، يعني هل كان الشعراء يفكرون في هالشيء هذا أو يحلمون في هالشيء هذا؟ والله ما كانوا يحلمون بهالشيء هذا، لكن هذا شيء بارك الله فيك تقدر تقول أننا نفتخر فيه. نعم. ونعتز فيه. الحمد لله. دعم كبير، دعم كبير من ولاة الأمر. أي والله. عزهم الله. طيب. الله بارك. أسأل الله أنه يوفق القائمين عليها. آمين آمين. آمين آمين يا رب العالمين. أخ فرحان. هلا يا ابو سعود. انت مشارك الليله في معزوفات الربابه. اي نعم طال عمرك. كيف ترى الدعم لهذا الموروث؟ والله الدعم جيد طال عمرك، وعسى الله يعز حكومتنا الرشيده اللي ادوا هذا الجهد. والمهرجان هذا طال عمرك والله احنا ما توقعنا انه جيت من حفر الرباط. اي نعم من حفر الرباط. نعم. كيف اصداء المهرجان هناك في حفر الرباط؟ والله له صدى مو بسيط. اصداء كبيره. اي والله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اسمع اخوي فرحان من شاعرنا فالح مشاركه وقصيده. لا اسلم. والله عندي قصيده وطنيه تستاهل الوطن. الوطن قبل كل شيء. نعم. يستاهل ان نتغنى فيه دائما. نعم. يقول الشعر سجل يا هاجسي سجل تواجدك للحين حتى تجملنا برمز العروبه نبي قصيد ينحفر بالدواوين واللي يهدينا عقب دين الحكومه في اللي حمل اعراض والارض والدين وضفه على العالم بشته أو ثوبه تحسب له أمريكا أو لندن مع الصين ومبادراته للسلامة محسوبة زودا على اليابان روما وبرلين واللي شمال الكون واللي جنوبه اللي يقرأ الكرسي وعمه وياسين تخاضعت روس السلاطين صوبه من راس خنورة صعوط المجانين ساس الزعامة والعرب والعروبة بالشرع يمشي بالشرع ينهج ما نهج بالقوانين يوم الدول شبت عليها شبوبه أمانته مصحف وكعبه وبيتين والعالم الإسلام يخدم شعوب كبر وهلل في قضية فلسطين حتى ملوك المسلمين اقتدوا بهمه غناة الأرملة والمساكين اللي انطبعوا والتفاهم اسلوبه مداد جوده يرجحن الموازين كل من الفزعة تملت جيوبه يعطي ملايين وينقل ملايين ويعفي على المعسر ويستر عيوبه نجم تجلى في جميع الميادين اللي يحتكم جنح الظلام اقتدوا به مقدار ابو فهد على الراس والعين عهد على الشعب السعودية وفوب سلمان مقدام الملوك الميامين درع الوطن لو كان كبرت اخطوبه ولي عهده ساعة العسر واللين هو عزوة اللي في اللزوم اعتزوا به. سلام يا سلام. الله يزانك ملكنا وقائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز مهما قلنا فيه لانه في حقه. اكيد اكيد والله يستاهلون اكثر واكثر. أجمل صراحة ما سمعت. يقول الناس تحرق نفسها من أجل تغيير النظام وحنا على استعداد لأجل نجعل الدنيا حق. يا سلام. الله. نعم. هذه موهبة عندك شهرية ترى. نبي نسمع منك. كل ما عندك ما يحتاج. الصوت الجميل هذا كل ما يجي منه إن شاء الله يجي جيد. طيب. أعطيكم المور. أعطيكم بيتين من هذا. يا المور خذ خانة الخامس من اليمنى تحتار وتبرد ترى الأخلاق خربانة والله التبطي وحنا ما تفهمنا ما دام ما يقوع ما عقب في قلبانا البارحة مع ثلاث أيام ما نمنا
مكينتك تشتغل والعين سهرانة. يا سلام يا سلام. هذه من أبيات الشاعر المعروف عيد بن مربح. الله يمسيه بالخير. أنت شوف ما شاء الله عطيتنا كل العالم شغلوا جولات. فخليك جاهز بنرجع لك. الحين نبي نسمع المعزوفة طال عمرك. فرحان. نبي نسمع معزوفة. أبشر أبشر والله أبو سعود. في قصيدة طال عمرك أرسل لي صنيتان ذياب العبيوي ينطيري. ونعم. ما عليك زود أنت من يسمع. والحين بسمعك إياها إن شاء الله. هي اللي تعزفها لنا على الرباب. أي نعم نعم طال عمرك. والربابة تخبر الحين وقت مطر وهذا ما لها ما شاء الله اليوم هالمطر. اي والله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام الله على حاكم وطن سيدي سلمان يا درع الجزيرة. يا مليك الحزم يا فزعت يمان اليمان يا سيدي باك مستجيرة. قلت هذي قطعت فينا ومن دونها ولا اعتبزنا ذخيرة. خله من أفعالك جنة العدو خله من أفعالك جنة وصل العدو خله من أفعالك جنة اردع العيل واصل بالمسيرة. يا هلا العوجاء هلا السيف المحنى اضربوا عدوانكم في كل ديرة. يا هلا العوجاء هلا السيف اضربوا عدوانكم في كل ديرة. كل شعبك معك فزعت من زبان جاهزين للكبيرة والصغيرة. والمزاين عاد بأمرك واحتفالنا والفرح يا سيدي جانا بشيرة. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. ما عاد لا صوت نهائي يا المطر. صح لسان الشاعر سنيتان وانت بيض الله وجهك. معزوفه جميله. يا سلام الله على حاكم وطننا. كلنا نقول يا سلام الله على حاكم وطننا. عز الله حاكم وطننا وطال في عمره. منصور منصور الحبيل يا مرحبا. نبي نسمع قصيده طال عمرك. ابشر قصيده هذه في عاصفه الحزن. اسلم. ما ادري الصوت واصل ولا لا. اسلم اسلم. يقول خذ القافص عقبه بصوتك ولج حداك بصوت يلج جبال صنعاء وتحدالك. وقم يا ولد
يومك ما دام الوطن ناداك تفجر شجاع على الحزم واحذف عقابك على الخصم كالمجنون لا يقصر نخطاك ولا ترجع بخطوه ولو تقطع حبالك سلام لك الراحنا يا ابو فهد كلها تفداك مجاندك وحزامك ويمناك وشمالك ولي امرنا نمشي على طاعتك ورضاك تحت رايه التوحيد بقياده اشبالك نحط اكبر القاده من اعداك تحت حذاك ولا يكرمون وتكرم انت بمنزالك نذود وتروح ارواح ما يفرحون اعداك جنود البيت الله بحماك وظلالك نرد اليمن ونحط يمناف في يمناك وهذا فعل بالظفرات فالجار وافعالك لبسنا الحتوف مقاتلات انت دك دكاك صمخنا في ليل سماها سود حالك هجاد انفجع طهران في قعدته هناك دويه يثير الحي ويصحي الهالك ندمر بها الحوثي ويدري هلاك وذاك عن الرجفة اللي زلزلتهم من أبطالك توجه وشلع يا صقر عز من رباك بقلب حديد وسابق الصوت لا شالك على وجهة الرادار وقت على مرماك وحول عليهم واسقهم نار همالك سق السم في سبود الاعداء من سطوش الفاق الينا اليمن يامن وبالخير يدعالك وعود علينا سالم والولي يرعاك وسام الشرف والعز والنصر يهداك يا سلام يعطيك العافيه صح لسانك مشاعر وطنيه صادقه من ابن من ابناء هذا الوطن وتتحدث عن مشاعر ابناء هذا الوطن جميعا كلنا فداء لهذا الوطن وكلنا طاعه وولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين الله يعطيك العافيه الشاعر منصور حبيل حياك الله اخوي ابو سعود طبعا نستغل وجود ابو نايف معنا الدكتور فهد مطر احد اعضاء لجنه التحكيم في جائزه الملك عبد العزيز للادب الشعبي فلما تكون موجود ما راح اخليك تمشي كذا لازم ناخذ منك معلومات ونسالك عن الجائزه اول حدثني عن المشاركات في فن الشلات شلون شفتها والله شوف انا مثل ما ذكرت يعني مثل ما عذرت اخواني في المهرجان نعم بشكل عام ايضا يعني صارت الوقت صار هو متفائل نعم تعرف المهرجان فعاليات لازم تكون مواكبه جميل كنظره لو انا لو يعني في وجهه نظر تمنيت جائزة الملك عبد العزيز انها تستمر ثلاث شهور في السنه يعني وجهه نظري يعني مثلا شهر حتى اولا يكون افضل بمعنى انه تستطيع ان تاخذ افضل الاصوات وافضل الشعراء بقل يعني واكثر شيء تاخذ مشاركات غيرها اكثر من تصفيه لان مثلا احنا مثلا طلعنا التصفيه اصوات اعتقد انها عديده يعني ما هو محل السبب ايش؟ التسجيلات مثلا ضيقه لكن لو غيرنا الشخصيات جميل المسابقة بشكل عام من ناحية الجوائز من ناحية وجود مسابقة بهذا الحجم أنا يعني صراحة المسابقة سواء بالشعر أو بالشعراء أو بالمنشدين المسابقة ما في مسابقة في الوطن العربي ولا في العالم مثل هذه المسابقة كاسم يعني اسم الملك عبد العزيز وهو المؤسس يعيش بعثه الله عز وجل بفضل هذا الرجل اللي استطاع وحده هذا البلد وان يكون كل شعبه على قطوه وكحجم الجائزه ايضا اما حجم الجائزه ايضا حجم عظيم للامانه يليق بالاسم الذي سميت الجائزه فانا اعتقد انه فرصه للجميع لا شك ولكن الوقت ما خلى يعني جميع اللجان ولا اللجنه العامه بشكل عام انها تستطيع انها تكون بالدقه نعم الوقت هذا العام لكن الله يعينكم بالسنوات الجايه يكون العدد اكثر يعني العدد اكثر في تطوير والاخوه شغالين على هذا ما شاء الله صوت الرعد ما شاء الله سبحان الله نسمع يا ابو والله هذه المطالبه للمهرجان تسلم هذه تصنف الاعلام في الشرطة في المنزل فارس
التوفيق له ولجميع المشاركين ان شاء الله. عقاب ما هي خساره جدا عقاب وكانها كل محزون خلت على كل خليج الصداره فين تشوفه من عينك ومضمون عقاب اللي يريده السياره كم واحد وده شراها ومغبون شبت على تبدا نهيبه الحراره ولا عليك تهون وتهون وتهون يا امير يا رمز الكرم ولا ما راح المد فيكم طول الشكل واللون انت مساميكم تزيد اعتبار سلطان لعده وسلاطين هالكون وسعود ابوها الطيب كلها مساره سلطان لا عنده سلاطين هالكون سعود ابوها الطيب كله مساره وانت في البلد المولع ومفتون تكسب نوادرها بفنه وجداره لك نظره منها على اللي يقدرون كل من يوقع لك ويخصم قراره وفعل سوق قلبي وقامه الجليلون مبروك من دوله شعابده عماره تدري هل اجل كلهم شيء يقولون سلطان دايم بعدين والصداره. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه. اخوي منصور. هلا ابوي. نبي ناخذ مشاركه معك. ثانية قصيدة قصيدة في ولي العهد استاذ. أقول ما مات نايف لا تعيشون الأوهام يلي تباشرتوا على موت نايف نفس الشكل نفس الحزم نفس الإقدام حتى على الصفعات ياخذ وصايم شوري عليكم لا تغيظون بالغام قبل تعيشون الدهر في حسايف من هيبته لا قام شعبه معه قام واليا نطق تصمت جميع الشفايف حر اللي عقد حجاجه للاخصام خارت قواهم عقب كانت صلايف اسرع من البارود في حكم الاعدام مال العميل للسيوف الرهايف واقسى من الفولاذ في حق الاسلام ولين من الديباج عطف لطايف واقرب من كفوف الوفاء بيد الايتام وارفع من شموخ الجبال النوايف هذا محمد درع للطام صلهام ليثن على روس الطواغيت حايف هذا ولد من حط له بصمة ابهام بلا من قدامك مثل ما انت شايف. صح لسانك الله يعطيك العافيه. سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز يستاهل وانت اجدت الله يجزاك خير ولا يستغرب عليك هذا الابداع وهو يستاهل بيض الله وجهك. العازف فرحان الضفيري يا مرحبا والله نسمع لنا معزوفه طال عمرك ابشر ابشر طال عمرك احنا ترى نخلي الضيف هو اللي يختار الله يطول عمرك يعافيك بس تخبر الربابه اليوم اليوم عندنا ما شاء الله امطار وخير ما شاء الله وخير عسى الله يجيبها خير ان شاء الله جنبل الليل فيه أبيات طال عمرك المرحوم سحلي بن حضيرم الهاجري ايوه نعم والقصيدة قديمة تخبر ابدا اللي تختارها يمشي اليوم لا تظلي
ماشي قطع بالمشقة الياس خلى المعالي زيت انت اللي ماشي قطع بالمشقة الياس وخلى المعالي زيت انت اللي تلا تدري وين يباس قبل عراويت ابتلي وسلامتكم انتم ومن السلام يعطيك الف عافيه الله يعطيك البشرى للمشاهدين الكرام على الامطار الخير وان شاء الله مطر غزير ما شاء الله نعم الان الامطار على موقع ميدان جائزه الملك عبد العزيز يا صحابه شو يقولون أنا قبل شيء قلت بيت بس نجيب البيت اللي قبله. يقول عثمان الشهري يقول من حولنا العالم يعيش التفرقة والانقسام ونعيش في لحمة معك ما ننقض العهد الوثيق شعوب تحرق نفسها من أجل تغيير النظام وحنا على استعداد لأجلك نشعل الدنيا حريق. بس عشان السلام صح الله يسلم شاعرها الله يعافيك يقول بعطيكم البيتين الأولى يقوله وهي للأمير خالد الفيصل ومن الحان أظن محمد عبده إن كان من يبواها من يقول في سحابة علامتنا تمني شفت عمري خيال في سحابة يا ذهب تعدى مرج هني كن عامه نهار يا ذهب من غدابة ربيع العمر مني حسبي الله على وقت غدابة في شبابة حبس نشواه عني ما تهيا لذيذة في شبابه في سحابه على متنة مني شفت عمري خيال في سحابه يا سلام الله يحب العاصي على صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل من خلال هالشاشات نبي نسمع يا أبو بجد الله يسعدك يقول ترى طرات الروح لا رحت للذوت يا سلام مخلص شغلك على وجه جازه يا سلام في ظهر فكسار له الخط ممدود اليوم شميتين ينذر جهازه يطوي ثياف الارض ونزته يزود ولي انا همت زود زاد اعتزازه صفق الهبايب كانها صفق بارود تسمع قذايفها اليرخى قزازه واللي اعترض لك ساري يتسنه سكود من سرعته لو كان يفرق طرازه يا سلام واللي اعترض لك ساري يتسنه سكود من سرعته لو كان يفرق طرازه مركب حكومات ومناصيب ووفود لكل من يبغاه بس سهل حازه سجه قدم والعمر والوقت معدود واللي صفى وقتك عليك انت هازم انت على الضيقات والهم محدود ولا عادلك في المدن والناس عازه تتبع هوا ذودك اللي انسنس النود ولا تغبط اللي في المطار بجوازه سلامتكم صح الله يسلم صح بدل الحقيقه الوقت جميل مع شعراء انا ومع المنشد اللي حقيقه كلنا نتمنى ان دائما الله يسعدك الله يشرف لي اللي معك الله يطول عمرك ومع الزملاء الحقيقه وهالامطار وهالخير ومع مشاهدينا الكرام ايضا اللي نقدم لهم كل تحيه وتقدير اخوي منصور هلا ابوي نبي مشاركه طبعا فيها في مثل هذا الشهر بس شهر 6 في العام الماضي احنا فجعنا او تقدر تقول ان الوطن كله فجع بفقدان ابن عمي الشهيد باذن الله تعالى العميد كتاب ماجد الحمادي الله يرحمه ويسكنه الجنه الشهيد نحسبه والله نزكي ولا نزكي على الله احد جمعني معه مدرسه واحده وجد واحد واخر شيء في عمارة واحدة كان جاري صراحة ما قدرت اعبر عن شعوري في اتجاه الموقف هذا
وكتبت أبيات. طبعا امتن الله علي بفضله سبحانه وتعالى إضافة إلى الشعر بالفن التشكيلي، ورسمت لوحة بالمناسبة هذه. الحمد لله أعجبت المسؤولين، وتعبر عن شهادة الشهيد كتاب بن ماجد، وتعبر أيضا عن الأمن ورجال الأمن أيضا. وعبرت قصيدة إهداء لابن ابن الشبلة الشهيد اللي هو ماجد بن كتاب وإخوانه عبد العزيز ونايف، وكذلك لأبناء الشهداء. أبيات أقول فيها: يا ابن الشهيد اسمع ترى الحق ينقال، من تبي يتيم الدمع والحزن خله، أنت البطل وابن البطل ذخر الأبطال، ارفع براسك بنجوم المطلة، ما مات أبوك يجرب العزف موال، وما مات في سود الدروب المخلة، أبوك بإذن الله تحت ظل وظلال، أبوك كل نوده إنه محله، ومدامنا نمشي على خير منوال، وتحكم حكومتنا على خير ملة، حنا سندهم يوم سكات الأهوال، والله ما نرجع بسيف نسله لين نضرب به ظهر كل بطال، ونعلم التاريخ بأول سجله إن السعودية فجر كل الأجيال وكل الدول من نورها مستهلة. سلامتكم. الله يسلمك. رحم الله الشهيد كتاب، رحم الله شهداءنا جميعا، وحفظ الله إن شاء الله أبطالنا المرابطين على الحدود والذين يذودون عن هذا الوطن جميعا. الله يعطيك العافية. اللهم مشاعر طيبة ويستاهل هالرجل، الله يغفر له ويرحمه. الله أخوي فرحان. أنا نبي معزوفة والله حقيقة، ما أنا ما أقول والله ربما ما تونس، ما أطلب من ضيوفي، لكن الله يطول عمرك، لكن ردنا عبدنا بغيت غزلية ومبغيت غزلية داهم بغيت غزلية تعطينا على الربابة. والله يا أبو سعود الربابة ما عاد لها، حاول 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 ما شاء الله مع الأمطار أكيد جو الربابة اليوم مو جو ربابة، يعني ما تبي لها غزلية؟ ها والله أنا أتمنى لك غزلية. الله يطول عمرك انت من يسمع. سلامتكم يا ابو سعود انتم من يسمع، والقصيده الغزل لازم عاد على ما قال لازم مثل ما سمعت. يعطيك الف عافيه. هذه الشاعر المعروفه مويس، نعم ابو سلطان اللي قال لها عبد الله مويس. نعم مخرجنا حاليا ياخذ لقطات على المهرجان في الاجواء الخارجيه في ظل هذه الامطار على ميدان جائزه الملك عبد العزيز، يشوفونها المشاهدين مثل ما احنا نشوفها حاليا حاضرين.
اليوم تم اطلاق هاشتاج لجنودنا البواسل، ارواحهم ثمنا لاغلى وطن. جنودنا البواسل مهما تكلمنا عنهم لن فيهم حقهم. وش تقول يا ابو نايف؟ رساله لجنودنا البواسل على الحدود. جنود الوطن مهما قلنا من الرسائل لن فيهم حقهم. نعم. هم ضحوا بارواحهم لاجل هذا الوطن، تلبيه لنداء الله عز وجل. فهم المجاهدين الحقيقيين، لانهم يدافعون عن الدين وعن الوطن وعن الاعراب. نعم. وعن الأمة الإسلامية. يعني إحنا مشكلتنا في المملكة العربية السعودية ما عندنا وعي بماذا تمثل هذه الدولة. نعم. الدولة هذه تمثل الكيان للعالم الإسلامي، فاهتزاز هذه الدولة أو ضعفها هو ضعف للعالم الإسلامي. صحيح. فهؤلاء الجنود هم يدافعون العالم الإسلامي بأرواحهم. فمهما قلت ومهما أنشدت ومهما كتب الشعراء ومهما كتب الكتاب لن يفيون أصغر جندي في الجبهة. نعم. حقه وجزء بسيط. صحيح. فحقيقة يعني نحن ندعي لهم بالثبات وأن يردهم لنا ولأهلهم سالمين غانمين. نعم. الشعر، المنشدين، الإنشاد، الشلات، هل تشوف أنكم قدمتوا رسائل أو أصواتهم بشكل مطلوب؟ بلا شك هذا وقت الشيلات، وهي الشيلات المشرفة. نعم. ولا شك من أساس أصلا، حتى من أساس الشيلات أو فن الشيلة هو فن لأجل يعني لأجل تحميس المقاتل في الحرب. نعم. ونحن مهما قدمنا أيضا نظل ما قدمنا شيء. يعني واحد يقدم له شيلة في استوديو مكيف شغال عليه ويقدمها كلحن ويطرب عليها، ما هو مثل اللي يطرب على صوت الرصاص. نعم. وصوت القنابل في الجبهة. جميل. لكن احنا كتشجيع، ويا ليتنا معه. نعم. أيوة. نبي نسمع منك يا ابو نايف. انا بعطيك اللي هو طبعا، والله شوف يا نادر ولا يهونون اخواني، حب الوطن. نعم. وهو من القيم اللي الانسان يحاول ان يغرسها في النشء الموجود. الوطن هذا لولا الله عز وجل ثم هذا الوطن لما اجتمعنا. صحيح. ففيه كلمات جميله يقول، بعطيكم اياها على شكل موال، وهي ربما أتمنى تكون بالشكل الجيد. يا بلاد الحرمين العز بالله، أنعمي والدار ما يشكي صواب، أنعمي في ظل حكام الجزيرة، أنعمي والشعب مزروع الولاب، السعودية بلاد الخير وأهلها، والمروة والشهامة والذرابة، خيرها في كل قطر وكل ديرة، الحياة ربي مصخرها سحابة. انتباه وانتباه يا وطننا، من معه مثلك وطن قبال تراب، أنت فينا لو تغربنا ورحنا، كل صدر ينقلك داخل زهاب. وسلامتكم. لله درك. لله درك يا ابناء. طبعا احنا الليله اخوي ابو سعود نبي بعد نسمع من شاعرنا ومن اخوي فرحان رسائلهم لجنودنا البواسل. نعم. وش يقولون؟ شاعر منصور الحبيب. هلا ابوي. نبغي رساله توجهها لجنودنا البواسل في هذه الليله. وش بتقول؟ اقول هذا هو الجهاد الحقيقي. نعم. والصحيح. جهاد تحت رايه. وجهاد باذن ولي الامر. نعم. وبر للوالدين. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم إنه يوفقهم ويقويهم ويسدد رميهم. والله صعب يعني إني أتكلم عن بالمشاعر، اللسان يتلعثم.
إذا أردت أن نتكلم عن جنودنا البواسل الذين نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم وينصرهم، هذا اللي بنقوله. والله يوفقهم، الله يوفقهم الله ويقويهم على طاعته. نعم أخوي فرحان، أنا رسالة لجنودنا البواسل. والله أشكرهم طال عمرك، عسى الله ينصرهم إن شاء الله على المهدي. اللهم عسى الله ينصرهم إن شاء الله، وإن شاء الله إنهم منتصرين بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. شاعرنا أبو بجاد، رسالتك وش تقول؟ والله جنود الوطن الله ينصرهم، وطلوبنا جميعا معهم نلفيهم ونحافرهم، ولو ألزم الأمر حنا معهم في الخط الأمامي، حنا كلنا من دون الوطن. هم يكفيهم أنهم في أعلى مراتب الدين الجهاد في سبيل الله، هذه من الأشياء اللي يتمناها أي مؤمن، لكن الله ينصرهم ويوفقهم. وصراحة الكلمات أو القصائد أو الشيلات تعجز أن تعطيهم جزء صغير من حقهم، لكن نقول الله ينصرهم ويوفقهم. الله يعطيكم العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وينصرهم. إحنا اقتربنا من ختام الحلقة، لكن المخرج يقول ما راح يقفل البرنامج إلا بيسمع منه أبو نايف المشاركة الختامية. أنا ما لي شغل المخرج. اسمع نسمع اللي يقول هذه الشاعر رشيد الزلامي الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. يقول ألا يا الله إني طالب من طاعتك ورضاك، وعلم لي يا ذكرى أهل الخير نذكر به، أنا في رجاء عطفك وأنا من تجي لحماك، تفرج هموم القرب يا فارج الكربة. اليا ذعذع الغربي وحرك غصون الراك، وناح الحمام وعاء لي الصوت يجهر به، تنهدت مثل المضرم اللي لقيت تنباك، تنهد صويب امه نسلك زت الحربة. اجاوب حمام الورق يا لايمي عساك، يحدك زمانك يام من لا تبي قربه، ذليل اللي يا جيته خجول تعد خطاك، تلزى وقلبك واهج النار يسعر به. سلام. سلام. يا سلام. الله يعطيك العافية. صح لسان. شو تقول يا أبو سعود في ختام هذه الحلقة؟ أقول الحقيقة أني أشكرك أخوي نادر، وأشكر ضيوفنا الليلة الحقيقة. الله يسعدك. سعدونا حقيقة، والوقت معهم ما يمل. نعم. لكن كما أشرت يا أخوي نادر أنه أظن الوقت انتهى. ولا الوقت لا يمل مع شعراءنا ومنشدين. شرفونا بتواجدهم الليلة، هم مرحبا بهم والله. كذلك مع مشاهدين الكرام تواصلنا معهم دائما نسعد فيه الحقيقة، لكن نقول للجميع شكرا. شكرا لأخوي نادر جخير، وشكرا لشعراءنا، وشكرا لعازف الرباب والمنشد وجميع من شاركنا. الشكر موصول لإدارة الملك عبد العزيز والمسؤولين القائمين عليها. الشكر أيضا لكل من قام وقدم لهذا المهرجان، وكل من قام بجهد لهذا المهرجان وإنجاح هذا المهرجان. الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي وإياكم إن شاء الله في ليالي سعيدة وفي تعالي القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحون على ألف خير.